عشان كده انا مستغرب انك بتقرا الكتاب ده اصلا يعني. فمالنا احنا من الكلام ده؟ مشيها خلاص يعني. خلاص توكسيك ماسكولينيتي كتاب كوره يعني، حتى لو في كتاب عندي في الست كتاب كوره لمؤاخذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 27 من حلقات الحصاد مع صديقي وحبيبي مستر ماهر الجامد. مساء الفل عليك دود. هلا والله، أنا حاس داخل حلبة كده يعني، عارف الرامبل رامبل. يلا آه يب يب يب. 27 حلقة يا دود، فضلنا 3 حلقات ونقفل مسلسل رمضاني. على مسلسل رمضاني بستركشر تركي على مر 5 سنين. عامل ايه وحشني حبيبي؟ ايش اخبارك انت؟ تمام ان شاء الله الحمد لله ماشي الحال. انت لا بس. انت الوضع الفتره اللي فاتت مصيف في كان وفرنسا واولمبياد، يعني انا من قادر اوصل لك، الوضع صعب علي. موضوع الاولمبياد ده جامد قوي يا دود بجد، لا اللي هي وانس ان لايف تايم، حاجه لازم تعملها. والله شوف، انا كل 4 سنين افتكر قد ايش انا احب الاولمبياد، يعني خلص الاولمبياد انساها، لما ترجع ارجع افتكر واو تصدق في رياضه غير الكوره. اي والله العالم حلو برضه. ايش عجبك في الاولمبياد؟ ايش اكتر مومنتس كده كانت رهيبه بالنسبه لك؟ الطلعه بتاعت، انا حضرت ايفنت واحد بره الكوره اللي هو أوكي. كان العاب قوه، كان يوم العاب قوه كده، بروجرام كثيف جميل فيه ميداليات وفيه شغل وفيه كلام زي ده، ودي اكتر تجربه فريده في الموضوع كله، انك تتواجد في استاد فيه اكتر من عالمين. يعني احنا لما بنروح اي ملعب اي استاد في الدنيا فرقتك والفرقه صحيح. اللي انت بتواجهها صحيح. لكن انت موجود في ملعب فيه معرفش بقى كام، 45 جنسيه 50 جنسيه ومتجمعين علشان ايه؟ مثلا الاسبان جايين للواد بتاع الوثب الطويل، الاستراليين جايين للبنت بتاعه القفز بالزانه، المغاربه جايين للولد اللي هيلعب 3000 متر، وتحس ايه ان الاستاد كل شويه يقوم سبق في 8 بني ادمين، فجاه 8 جنسيات هم اللي مسيطرين على الملعب. كرنفال. واو. تجربه من اعظم ما يمكن بصراحه. واو. انا والله شوف الاولمبياد عاده الاشياء اللي تابعها غالبا العاب القوى. أنا السنة دي كنت مستني الأولمبياد لسبب كبير، أظن أنا وأنت تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده يمكن في حديث خاص، يمكن مو ما احنا مصورينه، بس فاكر لما الواد ده الأمريكي اللي طلع قال World Champions of no What؟ أوه يا ما أنا من وقتها وأنا عيني على Champions of What؟ شوف من وقتها أنا عيني على الولد، بس ما توقعت إنه أمريكا كلها عينها على الولد، عارف؟ صحيح. اللي أول مرة أشوف شعب حاقد على رياضي عندهم ورياضي كويس كمان، فالكل مستني يطيح والكل مستني فريق السلة انه ياخد البطولة، وفي الاخير هو اخذ المية متر، سقط في الميتين للأسف، وهم اخذوا دي. بس اللي بيين لك قد ايه انه الامريكان موضوع السلة عندهم ما في له مزح يعني، قلبوا حتى على الاثليت تبعهم. انا هو ما قال حاجة غلط، هو قال انه لما يفوز سيلتيك ولا يفوز الليكرز هذا ما هو منتخب عشان يكون وورلد شامبيون يعني، ما هو بس الآن أمريكا فازت بالأولمبياد اللي هو طبيعي إنها تفوز، إنه فعلا NBA أقوى حاجة، بس بدايتها ساوث سودان كانوا ممكن يهزموا عليهم يعني، الجنوب السوداني كان حيفوز عليهم. هم لعبوا ماتشين من اصعب ممكن السيمي فاينل والفاينل دول، مفيش يعني باسكت فوق باسكت تحت كانوا ممكن يخرجوا. وانت عندك اساطير، انت عندك اساطير الاساطير معاهم يعني، تتكلم على ستيفن كوري، تتكلم على دورانت، بتتكلم على جيمس لبرون جيمس، مش اي فرقه يعني، انت اخذت العتاد حقك بالكامل وكلهم فورمة. انا كان ليا حظ في الايفنت بتاع العاب القوه ان هو لايلز كان بيلعب سيمي فاينل ال 200 متر وطلع التاني فيه، ولما نزل الملعب لقى الواد سوبر ستار يا ماهر، سوبر ستار. الناس طايره بيه على فكره، قاعد يعمل كويس. دي تعرف ايش يعني دي؟ اللي هي جينكس، ادي انمي حق جوجيتسو كايزن. ده كان شايل كارت، ده كان فيه كارت معاه اللي هو ما اعرفش بلو دراجون ولا بلو اي دراجون ولا ما اعرفش ايه. لا انا عارف الحركه دي حقت شخصيه في جوجيتسو كايزن. باي ذا واي في الاولمبياد كثير طلعوا يعملوا حركات من الانمي عشان بس تعرف يعني انه احنا يعني مش اي كلام برضو يعني، انت بتتكبر علينا اهو، اتلس بيتفرج يعني مو بس احنا. لا لا بس على فكره الواد نو لايلز دوت رغم انه واخد سمعه ان هو عنده عجرفه وبتاعه، مش كده خالص. لو الناس تركز شويه هو في سباق ال 100 متر ما كانش يعرف انه كسب، هو كان فاكر نفسه تاني، واول فكره جت في دماغه انه راح يهني الولد الجامايكي. اوكي. وبعدين لما بص على الساعه اكتشف ان هو اللي كسب، والواد الجامايكي طلع عنده اراده يعني اللي هو زعل لما لقى نفسه ما كسبش وبتاع.
انا ثاني احلى حاجه السنه دي مع اني ما اتفرج عليها في الاولمبياد اظن، هذه اول مره تشوف الاولمبياد، بس لانه المره دي كانت تفرق معانا جوكوفيتش. خلاص خلاص كده ختم اللعبه يا جماعه. بس شوف بس شوف كيف طبعا يعني هذا شيء ما هو جديد علينا، قد ايش الميديا الغربيه يعني على كيف تحط الناريتيف. الواد ده لو ما كان صربي كان دعين خلوه افضل رياضي في تاريخ الكون. طبعا طبعا، بس يعني يستاهل، والله يستاهل يعني بكل امانه يستاهل، ومسيره جباره. اظن كده قفل عليهم في كل شيء، في الجراند سلامز، في الاوبن، في الاولمبياد كمان اظن، ماني مره فاكر، بس اظن خلاص ختم التنس يعني. اذا يقولوا ميسي ختم الكوره ف الادمي ده ختم التنس بكل. لا والدرس الاخير بقى اللي هو خلاص دي اخر مره حلقنك درس في حياتي، فاللي حضر انا ما شفتش الماتش دوت للاسف، بس كان قالب الدنيا فرنسا لما انا كنت هناك. ومن الواضح ان هو حدث للتاريخ يعني. انا شفت ماتشه مع نادال، كنت زعلان قوي لان نادال طبعا نديل. مش قادر خالص يعني، مش قادر يعني. نادال المفروض ما يشارك يعني، المفروض صحيح. من بعد الاصابه اللي جاته انه ما يلعب، هو تحامل على نفسه وعنده غرور زياده عن اللزوم صراحه. احب علاقته بفيدرر وكل البرو رومانس اللي عاملينه مع بعض ده، بس منطقيا انت حرام تشارك يعني، خلاص خلاص كان اعتزلت اطلع، لانه حرام الخرجه اللي هو خرج فيها. انا انبسطت، انا انبسطت انه الولد دا الكتراز اللي دايما ننسى اسمه الاسباني جاي انهزم، لانه بدا يصير تو ارجنت بالنسبه لي كده شويه، ولانه ما في غيره. معلش لو انت تفتكر من الناس القديمه شويه في التنس الستات، لما مونيكا سالس طلعت وخدها الغرور قوي 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 وكسبت كذا جراند سلام ورا بعض، وبعدين في اخر فاينل لشتيفي جراف كسبتها والناس كلها وقفت، اللي كانت لحظه الدرس اللي هو أيوه يعني أيوه. انزل لنا على الارض بقى، حاجه شبيهه بيها شويه. فلا الاولمبياد حلوه السنه دي، يمكن اكثر شيء غير هذه. اخر رياضه بس اقول لك هي بسرعه، واللي انا بالنسبه لي زعلان انه الرياضه دي عالميا ما بتاخذ الصدى اللازم، لانه فيها حماس مليون، فيها سرعه السله على الاثليتيزم اللي ممكن تلاقيها في كره القدم، واللي هي كره الطائره. يعني كره الطائره من اكثر الاشياء الممتعه في الدنيا، وفي بس زعلت على النهائي صراحه كده، ما كنت حابهم يفوزوا، بس كانت فرنسا صح. يس انا اكره الفرنسيين في كل حاجه انت عارف. انا 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 ما كنتش بشجع فرنسا، انا كنت بشجع ضد امريكا، دي كانت مهمتي في البطوله دي كلها. فنهائي الطايره سيدات امريكا خسرت الفاينل قدام ايطاليا، ده كان ماتش ممتع جدا بالنسبه انت لي. انت لو تشوف الاحصائيات في الاخير، انا بالنسبه لي كان شيء مفجع. طبعا امريكا مسيطره على كل شيء من ناحيه عدد ميداليات، بس في عدد الذهبيه هم والصين كانوا راس براس لين في الاخير. اللي مجنني انه الدوله الثالثه انا ما كنت اطل فيها بهذه النظره منهم شعب رياضي لهذه الدرجه. ثالث دوله عدد ميداليات اليابان يا مان. اليابان ولا استراليا؟ استراليا از اب ذير تمام، بس اليابان استراليا خلي بالك كمان علشان بعد الشده بتاعه طوكيو ديت، فلسه الجيل دوت لسه عايش يعني. صح صح، واللحظات الاسطوريه هذيك حقت لا لا الاولمبياد كان روعه. نرجع افلام نرجع افلام نرجع افلام لا بس تعالى لو ان شاء الله بعد 4 سنين واحنا بنعمل الحلقه رقم 28 من الحصاد حلو تعالى تعالى بروجرام ان احنا نحاول نحضر اولمبياد مع بعض، تبقى لطيفة. بس احنا ماشيين كويس اهو يا جماعه، الحلقات ماشيه كويس يعني، الا اذا صار شيء الله اعلم. طيب اوكي، حصاد اليوم عندنا قائمه منوعه. اللي حنسويه اليوم يا جماعه حنركز على الافلام اللي نزلت جديد، بس حنرجع لمسلسلات اللي تقفلت معانا الفتره اللي فاتت. كثير مسلسلات انا ومحمود بدينا نتكلم عنها انتهت خلال الشهر اللي فات، سواء طبعا هاوس اوف ذا دراجون، سواء بريزيوم انست ما جاتنا فرصه نتكلم على النهائي، دارك ماتر الحلقه اللي فاتت نسيناه سقط سهوا فحنتكلم برضو على النهائي فيه، بالاضافه طبعا لمجموعه افلام حلوين كده نزلوا، فان شاء الله الاجنده ملغمه. يلا تعال نبتدي بالتايتل الاكبر والاهم وقد يكون الاقدم ما بين كل اللي احنا اتكلمنا عنه. لا مش الاقدم ولا حاجه، تهيألي في حاجات اقدم منه. مش متاكد 100%. ديد بول وولفرين يحطم الارقام القياسيه، يرضي الجمهور بشكل كبير جدا، حمله دعائيه هايله، كل الامور ديت. انا عاوز ابتدي النقاش معاك لان انا وانت عملنا ريفيوز، واحنا الاثنين شفنا ريفيوز بتاع بعض، واتكلمنا بحرق وكلمنا بعدم حرق وناقشنا الموضوع، اعتقد ان احنا قتلناه بحثا يعني. بس انا عاوز اسالك على حاجه، ديد بول ممكن يكون بينضم لقائمة قصيرة جدا من الأحداث الاستثنائية داخل صالة السينما بعد Avengers Endgame وبعد Spider-Man No Way Home. هل تتفق على أن Deadpool ممكن يكون نهاية المثلث ده فعلا على الأقل في الوقت الحالي، وتجربتك معه في السينما كانت عاملة إزاي؟
التجربة في السينما كانت خيالية. ليش؟ لأنه اللي كان حاضر أنا واحد شخص فقط. واو، عملتها إزاي دي؟ رحت صباح، ما كان في أحد في السينما غير أنا وهذا الشخص، وأظن هو يتابعني لأنه عرفني وكذا، وصرنا وسط الفيلم نتكلم، هو من هناك كل ما يطلع يا شوف يا الله، كأني قاعد في البيت، كأني قاعد في البيت، عارف اللي بدي هاي فايف من بعيد كذا وإحنا جالسين. فأخذت راحتي بزيادة وأنا بتفرج على الفيلم. بس من ناحية تانية، سؤالك منطقي إنه هل هذه آخر مرة نشوف؟ شوف، إند جيم هو آخر مرة فعلاً إحنا شفناها، وشفنا ده المهرجان من باب قصصي بحت، مش باب نوستالجيا ولا فان سيرفيس. وفان سيرفيس صح. فإند جيم ما زال في مستوى ومكان عالي مختلف تماماً. سبايدر مان نو واي هوم أنا انبسطت جداً، وولفرين أند ديد بول أنا انبسطت جداً، بس كان بالنسبة لي عبارة عن أنت تتفرج مارفل لك 25 سنة، يعطيك العافية على مجهوداتك، تفضل ده الفيلم. يعني كان مكافأة على الخدمة الطويلة اللي أنا عملتها، مش على القصص ولا إيش، لأن القصة هي أسوأ شيء في فيلم وولفرين ديد بول وولفرين. والسؤال اللي يطرح نفسه هنا، طيب يعني سمعنا اخبار كتير، احنا هنخرج عن الفيلم احسن، خلينا نتكلم على الاخبار شوي. سمعنا اخبار كتير، وكنت مستني انا في اليوم اللي نزلت فيه المراجعه، كان تاني يوم حينزل المؤتمر حق الكوميك كون اللي صاير في سان دييغو، واللي كنا منتظرين ايش الاخبار اللي هتطلع وما كل ذلك. بالنسبه لي كانت محبطه بشكل كبير. انا توقعت انه الان حيصير في تغييرات كبيره، مدري ايه، محبط. الأشياء اللي جاية قدام ولا شيء مخليني منتظره. أكثر شيء ضايقني خبر روبرت داوني جونيور. أنا بالنسبة لي أشوف أول شيء، واحد، أنه أنت إثبات أنه ما أنت قادر تطلع بطل جديد، ولا أنت قادر تكسب جمهورك، وقاعد ترجع تستغل أي أداة استغلتها في السابق ورجعتها مرة ثانية. السؤال الثاني اللي طرح نفسه، أنت ما زال عندك شخصيات الآن كانت موجودة في إن جيم وموجودة معاك الآن ومكملة، صح شخصيات ثانوية بس مكملة. لما يقابلوا دوم هيقولوا توني ستارك صار دوم، ولا خلاص ننسى إنه ده وجه توني ستارك الآن وهذا هو روبرت داوني جونيور، وإنه يعني يلا نعمل إحنا ما إحنا شايفين، وإنه هذا هو دكتور دوم. ألطف أسئلة موجودة، وأنا شايف إنه هذا يعني كانت خطوة غير موفقة أبداً. غير كل الأشياء اللي أعلنوا عنها، غير فانتاستيك فور لأنه هي إحياء لفرانشايز أنا أحبه جداً، والمرات السابقة كلها كانت فاشلة ما عدا أول واحدة كان ممكن في فرصة فيها. غير كده أنا لاني متحمس لكابتن أمريكا، ولا أنا متحمس لبوليت مدري إيه هدولة حق جماعة البلاك ويدو. فخلاص مارفل انتهت، أنا أشوف مارفل خلاص نهينا. يعني هذا آخر فيلم إحنا هنخش كده وناخذ البسطة دي. هيكون عندهم مهمة جدا أشبه بالمستحيلة إنه يقدروا يرجعوا جمهورهم القديم. ممكن يطلعوا بجمهور جديد، أولادي مثلا يدوبهم يعيشوا مع القصص الجديدة، بس أنا اللي عشت في العظمة السابقة هقعد دائما أقارن، ولعنة المقارنة أبدية هتكون مع مارفل. كلام في محله، ومتفق معاك في حتة ان انا لما ارجع لدفاتري القديمة فده اعتراف ضمني مني بالفشل او بالإفلاس ان انا ارجع تاني وافتش. عارف بيفكرك بايه؟ يفكرك بالفريق اللي كان عنده مجد هايل قوي مع مدرب معين، وبعد كده خد رهان معين، الكيرف بتاعه بقى في النازل، فرجع تاني للمدرب دوت في حقبة تانية، في زمن تاني، في ناس تانية. زي ما الاهلي لما رجع لمانويل جوزيه منتخب مصر لما كان كل شويه بيرجع لمحمود الجوهري، مارفل بترجع لروبرت داوني جونيور عشان ينقذها. الاتحاديه هيفتكروا ديمتري. الاتحاد عندكم حواديت زي دي اكيد. طب ديمتري عمل كل حاجه ممكن تصير مع الاتحاد، غاب كم سنة والاتحاد جاب العيد رجعوا تاني، ولا عمل ولا ربع اللي كان بيعمل أول. طب خلاص لو عاوزنا نرجع زي زمان قول الزمان ارجع زمان زي ما بيقول. فده رأينا، بس أنا حاسس برضو إن إحنا بنبروجكت شوية، أو مش عاوز أقع في الفخ إن أنا أبقى جاي من زمن أقدم شويتين وابتدي أعكس إحباطي وعدم حماسي على أجيال جديدة طالعة بتتابع مارفل بدرجة اهتمام كبيرة، ولسه عندهم الحمية والشدة والسخونة اللي كانت عندنا في بداية المتابعة. لذلك أنا موافقك 100%، بس أنا قررت إن الحل الأصلح، وكنت اتكلمت مع الناس دوت في الستريم، هي فكرة إن أنا حاسس إن ديد بول وولفري ممكن تكون كلمة النهاية بالنسبة لي أنا، مع المراجعات المنتظمة
عاصمة لأعمال مارفل، لأن أنا وإنت ما فوتناش أفلام لمارفل أيام المجد وصولا لغاية إند جيم، وبعد كده بشوية حاولنا إلى حد كبير لدرجة إن إحنا أقدمنا على حاجة ما أظنش إن في مراجعين كتير ممكن يعملوها، إن إحنا نسافر ورا فيلم زي ما عملنا مع الفيلم الأخير لدكتور سترينج. أنا ما بقاش عندي درجة الاهتمام ديت، وخايف إن أنا أكون إكمننا شفنا زمن تاني غير الزمن بتاع الشباب الصغيرين طالعين. في مراجعين كتير صغيرين أصغر مننا بيعملوا حاجات شورتس، بيعملوا حاجات ريفيوز، بيعملوا كلام زي ده، بيحاولوا يجتهدوا في إن هم يجيبوا القصص بتاعة الشخصيات الجديدة اللي داخلة في العالم الجديد والكلام ده كله. فحاسس كده بلغة الأجيال قد يكون زماننا انتهى وقد يكون زمانهم بيبدأ. ده مش هيمنع إطلاقا إن أنا لو شفت فيلم حلو داخل عالم مارفل ولقيت عندي إحساس بإني عاوز أتكلم عنه من منظور سينمائي بحت بقى، لاني خلاص فكره الفان بوي ديت ابتدت تتراجع جدا جدا جدا. وزي ما انت قلت احنا المره دي احنا ما بلعناش الطعم في ديد بول وولفرين، احنا دخلنا فاهمين كويس قوي الفرق ما بين الفان سيرفيس وما بين الفيلم الكويس. صحيح. بلعنا الطعم 100% في سبايدر مان واي هوم، احنا صحيح. احنا اكلناها يعني، لكن في ديد بول وولفرين ما تخمناش مع كامل احترامنا وانبسطنا للفيلم والكلام ده كله. فموافق معايا في حته الاجيال ديت ولا انت لسه شباب؟ لا مليون في المية يا مان، يعني أنا حتى بلاحظها على مستوى أكبر وقعدت بين، وأنا أقول لك إنه دائما كده عندي حاجة سنوية أعملها في القناة، حاول أشوف الإحصائيات وأشوف الأعمار وأشوف الأشياء دي كلها، من بيتابعني من بيعمل. لا أكيد، فهذا حيخلي سؤال، وسؤال وجودي بالنسبة لي، أجري وراء إيه؟ ما حقدر أجري وراء العمر الجديد لأنه الاهتمامات مرة مختلفة يا رجل. أنا مانيك شايب، أنا لسه أنا صغير، بس برضو الفرق العمر كبير في السوشيال ميديا اللي الكل بيقابل بعضه. الاهتمامات مرة مختلفة، درجة الحماس مرة مختلفة. لو حقعد أجاريها حبان غير أنا، ما حبان أنا ولا حبان طريقة كلامي ولا حيبان أي حاجة، حيبان إنه واحد بيقول أي هري بس عشان يكسب الناس اللي موجودة. وهذا الشيء اللي أكبر تحدي الآن. أنا داخل في 9 سنين على يوتيوب أو 8 سنين وشوية، أنت قدك عديت 10 ما شاء الله، فأظن طبيعي المرحلة دي نعديها. بس هو التحدي إنه حتى لو الشيء ده أدى إلى مشاهدات أقل أو إنه نفوت جيل، أظن طبيعي زي أي مقدمين في التلفزيون، زي أي ممثلين كان لهم متابعين كثير. بس الواحد يكون على قولهم يحافظ على الناس اللي قاعدوا معاه فترة طويلة، وانه ما يغير وجهه عشان ناس ما يعرفهم. فانا ابغى احافظ على الناس دي اللي طول عمرها واثقة فينا، تقعد وترجع حنكمل اشياء الكلاسيكية من غير ما نحاول واذا طلع شيء من الجيل الجديد رائع ليه لا. ترنتينو في يوم من الايام كان جديد. بس هذه هي، بس مو على كل حاجة صغيرة وكبيرة. وأظن أنه حتى الجيل الجديد صراحة، ما أبغى أتكلم بلسانهم، بس حتى هم طفشوا بالستايل الجديد. والإيجابي في الموضوع اللي أبغى أسيب اللحظة الإيجابية، قرارات اللي طلعت من ديزني مؤخرا ومن كيفن فايجي الرئيس التنفيذي للاستوديوهات مارفل تبشر بالخير. يعني أنا قريت خبر قبل أسبوعين تقريبا، أظن قلت لك إياه على الواتساب، أنه رفضوا فصلوا 20% من الاستوديو الإبداعي الكرياتيف استوديو الخاص بديزني، واللي يصنفوا الناس دول اللي هو رفضهم ولا اللي فصلهم إنهم من الأكتيفست. إيش الأكتيفست؟ الناس اللي عندهم الأجندة هي أهم شيء. أنا أبغى أوازي بين البشر، أنا أبغى ملك إنجلترا نجيبه في العصور الوسطى يكون رجل أسود البشرة جاي وكمان قاعد على كرسي متحرك. هذه الأفكار حقت الأكتيفس. فديزني الآن بدأت تشوف إنه ده مو جايب معاها نتيجة، وتميك سنس لأنه 5 سنين الآن عدت خطة خمسية، ممكن كان عندهم خطة خمسية واضحة ما جابت النتائج. كأي شركة همها الفلوس، مهما كان في أجندات، مهما كان في أشياء مؤامرات ماسونية قولوا عليها اللي تقولوها، فالأخير لو ما في فلوس ما حيمديك تمرر أجندات تانية مستقبل تحتاجها. الموجة دي مرت وعدت، خلي بالك احنا برضو احنا شوية على مستوى الناس اللي بتتكلم على السينما والريفيورز، احنا زنقنا نفسنا في التايم كابسول ديت وما حسناش ان الوقت عدى. احنا من بدايه الحوار بتاع الاجنده والتمثيل والكلام دوت، لو تفتكر ده كان في الاوسكار اللي دخلوا فيها اكبر دفعه من الاعضاء الجديده الجدد للاكاديميه، وحاولوا فيهم يعملوا موضوع الفرايتي، وقال لك ساعتها حتى كونديشنز، لان كان طلعت فكره ان الافلام اللي تترشح لازم يكون فيها تمثيل بكام في الميه مش كام في الميه. الكلام دوت بقى له 4-5 سنين، ده مش كلام جديد. احنا بس اللي زنقنا نفسنا في التايم كابسول بتاع الموضوع دوت، ودوره أموال زي ما انت قلت أولا وأخيرا بتجري، ما بتقعدش تستنى حد. فما في شركة هتقعد يعني. ديزني مؤخرا دوبه، معني ما تابعت المسلسل أبدا، من عالم ستار وورز، مسلسل من أكثر المسلسلات اللي حصلت على حقد
دافين من الامريكان النيردز الجيك اللي يعشقوا ستار وورز اللي يحبوا لورد اوف ذا رينجز والكلام ده كله، لدرجه ديزني كنسلت المسلسل طبعا ما اعلنت عن سيزون 2. ممكن تقول عادي طبيعي، لا، وراحت على المحلات اللي تبيع الالعاب وكل المارشندايز اللي هي كل المنتجات اللي جايه مع هذا الاي بي او مع هذا المسلسل، وشالتها كلها من الشلف، كل اللي موجود على الرفوف مثلا ينباع. أركولايت حاجة زي كده دوبوا اللي دوبوا خلص من أسبوعين ثلاثة للدرجة دي فشل، فالشركات خلاص ما صارت قادرة على إنها تمرر الفشل بالطبيعي، مع إنه الآن في ردة فعل عنيفة من الريفيورز ولا النقاد ولا اللي كل اللي مع الأجندة إنه أنتوا كده بتقتلوا الإبداع، حتى بيعملوا يعني مقارنة مع مسلسلات تانية، مو شرط الموسم الأول كان قوي بعدين المواسم الثانية كانت قوية، فأنتوا ما بتاخدوا مقامرة مع المبدعين، لا بس الشركات قالت خلاص إحنا ما عندنا وقت. رأس المال من أجبن ما يمكن في الحاجات ديت، ما فيش ده يهون عليهم ان هم يقطعوا الموسم في نصه كمان ما يكملوهوش، ويا دوبك دي سي حرقت نسخ افلام لم تعرض. صحيح ما في صحيح. طب نرجع لفيلم وولفرين وديدبول، تعال نتكلم على احلى المواقف، كل واحد يقول ايش احلى موقف صار له في الفيلم. خليني انا اقول لك، اولا انا شايف ان من العبقريه الكونفيوجن اللي اتعملت على الشخصيه بتاعت كريس ايفنز، انه دي عبقريه، ودي زي ما بقول لك دايما مارفل محظوظه بكميه البذور اللي هم رموها في الارض، فدلوقتي لما بييجوا يحصدوا الزرع بتاعها انت عندك امكانيات لا نهائيه. صحيح. منها الغرابه العجيبه اللي يمكن تكون عدت على اذهان الناس كتير جدا رغم انها كانت قدام عينك، ان كريس ايفنز داخل افلام مارفل قدم شخصيتين مش شخصيه واحده. صحيح. وانه هو يلعب بجراه جدا على ان اول انطباع هيجي لك لما يظهر ان هو جاي يلعب كابتن امريكا، وبعدين نقلب على الشخصية التانية في لحظة سحرية من أعظم ما يمكن. أنا في رأيي دي كسبت كل الكيميوز اللي ظهرت في الفيلم. صحيح. الانقلاب اللي حصلت لما قالك هيقولها 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 وبعد كده راح قايل الجملة بتاعت الشخصية التانية. That was genius كل طبعا الكاميوز كلها كانت عبقرية. طبعا بلا منازع أحلى كاميو كان حق كريس إيفنز لأنه إحنا لسه مرتبطين معه. بس أنا لو تسألني أنا كان ممكن أقول أوكي ممكن يجيب أحد من الأفينجرز، بس انا كان ممكن مستحيل اقول لك انه يجيبوا بليد تحديدا. yes. لانه بليد تم التعامل معه بكل قسوه من قبل مارفل، انهم همشوه تماما في الحمله الاعلاميه والاعلانيه اللي عملوها بلاك بانثر، وكيف هذا اول سوبر هيرو اسود. يا ابن الحلال انت عندك بليد، انت هو اول سوبر هيرو اصلا نسيته يعني لدرجه دي بتهمش الراجل المسكين، فانه انك تجيب ويسلي سنايبس مره تانية ويطلع من جد من جد من جد كانت يعني حتى من الكترا طلعت اوكي واو. اخر شيء جاء في بالي ممكن يطلع بليد في القصه وطلع بحاله جيده، رغم انه ويسلي سنايبس اخر مره كبير. شفناه في المسلسل بتاع كيفن هارت لما كان طالع اخوه لو تفتكر. أيوه. كان أيوه. كان مترهل شويه، كنت تحس أيوه. ان هو ايه عيني فين ايام ويسلي سنايبس لما كان اهم اسم في شبكه التذاكر يعني. صحيح. بس طلع بحاله جيده وحاله مقبوله، وعجبني جدا بالجمله لما قال له انت اخر انت البليد الاول، قال له والاخير مش رغم ان الفيلم بيتعمل باي ذا واي اظن هو قال الاخير لانه وقت التصوير يمكن طلعت اخبار كثير وشاعات انه في كنسل لبليد، فبرضه هذه جراه من ديزني صراحه. وندي الكريدت على قولهم لكيفن فايجي ولا ديزني مع انه متاخر مره، انه ادوا فرصه للكتاب يفضفضوا. وراي رينولدز اكثر شيء يجيده في حياته من يوم ما طلع من اول مسلسل شفته فيه اللي هو تو جايز اند ا جيرل لو فاكره، كان يجي على ام بي سي 2، اكثر شيء يعرفه هو السخريه من نفسه والسخريه من اصحابه والسخريه من اللي حواليه. فلما تسلم تقول له اسخر من ديزني واللي هي عباره عن ماده دسمه للسخريه، لا اعطى اللي هو لا اعطى الواجب ب اي بلس كمان يعني. انت شفته فيلم مره واحده ولا مرتين؟ لا صراحه للان شفته مره واحده، ما شفته مره ثانيه. انا شفته مره واحده، كنت عايز ادخله مره تانية بس اصحابي المرات اللي دخلوا فيها ما كانتش مناسبه بالنسبه لي، بس انا عايز ادخله مره تانية او على الاقل لازم اشوفه طبعا، حتى لما يتاح ضروري هتفرج عليه مره تانية او مره ثالثه، واراهن وعاوز ابقى نرجع لو قدرنا يعني انا وانت للموضوع ده، ان احنا تقريبا 30 او 40% من النكت بتاعه الفيلم في الاغلب فاتتنا، لان أكيد. الراجل كان عباره عن ماشين جان افهات وريفرنسز واستر اكز واسقاطات وايحاءات وبلاوي، مستحيل اكون جمعت كل حاجه في المشاهده الاولى. صح. انا مر علي كم تيك توك كده ناس بتتكلم على حاجات والله ما انتبهت لها وما خدتش بالي منها. صح. عارف بعضها ما انتبهت ليه؟ لانه يمكن وانا بضحك هو قال جمله ثانيه، انا بضحك بصوت 100%.
انا بضحك بصوت، انا ماني سامع ايش ممكن هو بيقول حاجه ثانيه، فكان عبقريه صراحه منه. والحق يقال، وهنا كمان ضروري نرجع، يعني احنا بنمدح رايان رينولدز وكله، بس هيو جاكمان ما نقلل منه. فكره ان هيو جاكمان اول شيء وافق بغض النظر هي كانت عشان عنده مشاكل، عشان طلق مرته، عشان رجع مره ثانيه يعمل مسرحيات والفلوس قصرت معاه، وكل ده ممكن يكون حقيقي، بس فكره انه رجع اعطى بعد مختلف جدا للفيلم. الشيء الثاني، احنا دائما نقول ايرون مان وننسى انه وولفرين، وولفرين از وولفرين، هو اطول شخصيه قدمت سوبر هيرو في تاريخ السوبر هيروز كلهم. يعني اعطانا اكس من 99 2000 الين 24 سنه احنا ما شفنا وولفرين في اي شخص ثاني، لدرجه اشوف اي شيء اقل من 10 سنين انت حتفشل اي وولفرين تطلع. مفروض من الان 10 سنين قدام اعمل الكرتون حق اكس من ده اللي انت عملته الجميل جدا، ولا تسوي وولفرين في الحقيقه صعب نتقبله، خلي جيل كامل كده يتمحي. لا لا، هم قدموا المقدمات، قالوا لا، قالوا ديزني هتفضل تحلب فيك لغايه لما عندك 90 سنه. لا رهيب كان صراحه. لا برافو، حسيت برضو في الريفيو بتاعتي ان انا لازم انسب فضل ما في تشجيع هيو جاكمان على الشخصيه ديت لما جوش برولن عمل كيبل في الجزء الثاني، لان هو قدم ريفرنس جيد جدا، وللاسف هو منسوه تماما في الماركتنج، مش عارف ده متعمد ولا غير متعمد، بس الريفرنس بتاع شخصيه جاده تطلع قدام اراجوز اللي هو ديدبول، وتفضل واقفه على خط الجد بتاعها دوت من البدايه للنهايه، وما تدركش اي منغصات داخل الاحداث. هو طبعا طور على ده، مش هقول ان هو اقل منه او بيساويه او كلام زي ده، بس كانت ستيبنج ستون مهم. شوف، وانا عجبني في ديدبول ده الاخير، وانا اسف انا عارف انه انا مكروه من كل السيدات والنساء في ارائي السينمائيه الانثويه بعض الاحيان. لا بس انت هتصالحهم كمان شويه، انا متوسم ده لسه اظن يمكن لا. فالشاهد هذا الفيلم واقل فيلم لمارفل مؤخرا اللي الدور النسائي فيه قليل، والدور النسائي الوحيد في الفيلم هو كان أسوأ شيء في الفيلم اللي هو دور الشريرة. لا مش موافق. الشريرة كان بروفايل جيد جدا بصراحة، بس هي السكرين تايم بتاعها قليل. أوفر باورد، يعني قوية بزيادة. شيز وات شيز، هو أنا صممتها ولا هي جاية كده؟ بس بغض النظر، يعني أنا حبيت إن ديدبول رجع خط، لأنه من جاء الجزء الثاني من ديدبول أعطى اللي هو الاختلاف والديفيرسيتي بزيادة، وشفنا شخصيات ما لها داعي تم اكتامها في الجزء الثالث. أنا خفت إنه يرجع يستخدموا نفس البنت هذيك الإيمو اللي عيونها سودة واللي عاملة شعر مدري كيف، يعني رغم إنه شفناها في منظر ولا اثنين في بداية الفيلم في عيد الميلاد ولا إيه، بس ما شاركت في الفيلم عكس الجزء الثاني اللي كانت محور لكثير من الأحداث اللي صايرة فيه. أنا ماني ضد الويف سايد، وأنا ماني ضد إن مشاركات النسائية، بس تكون مكتوبة بشكل جيد. يعني واللي هي للأسف يعني مارفل من بعد بلاك ويدو ولا في شخصية نسائية كانت مكتوبة بشكل جيد. أظن صح؟ أظن ممكن ما في، رغم أنهم صدروا شخصيات نسائية للواجهة جدا، زي الدكتور سترينج الفيلم اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، وزي المسلسلات والكلام دوت، وطبعا الفيلم بتاع كابتن مارفل ولا ما أعرفش. يا ستار يا رب. سمعت عن المضاربة؟ سمعت عن المضاربة؟ شكرا منه حاجة. لا انت حكيت لي بس ما كملتليش، قول لي بقى الحوار. يا رجل، طلع انه بري لارسن كانت متفقة مع ديزني او شيء على كاميو كمان حتسويه، تمام، بشخصية كابتن مارفل، ومعاها احد تاني برضو انثى تانية ناسي والله مين هي، بس برضو شخصية تانية، انه يطلعوا في الفيلم وانهم يتريقوا على ديدبول، انه يكون كاونتر زي ما ديدبول بيتريق على ديزني، انه في احد يجي يتريق عليه، يعني هو مو يمسك الكل ويبهدلهم. Okay. Apparently Ryan Reynolds stuck his guns وقال مستحيل، انا مش هعمل ده ومش هسويه، وصارت مقاضاه والان في مشاكل بينهم. ايه مش لانه هي موقعه ضمن عقود او شيء معين وبتطالب بفلوس وحق ادبي ومن الكلام الفاضي ده كله. فلا الحمد لله، انت انا بري لارسن وشخصية كابتن مارفل تحديدا هي بداية السوء في عالم مارفل. يعني اول بس انا والله انا كانت عجباني الفكرة ان هم يطلعوا ديس لبعض، انا كنت احب اتفرج على ده جدا. وبعدين يعني مع كامل احترامي وحبي لرايان رينولدز، بس انت مش حاسس ان هو يعني برضو ايه ابتدى ياخد اللطشة والالم في نفسه ويصدق روحه بزيادة صحيح. يعني التصريحات اللي قالها عليه تي جي ميلر انا ما صدقتهاش وقت ما طلعت، او بمعنى اصح ما اديتهاش وزن كبير قوي، بس بعد كده في الماركتنج كامبينز الاخرانيه والكلام ده كله انا ابتديت اشوف الاوجه اللي هو كان بيوصفها بتاعت يعني اللي هو نظام انت انا ممكن اقبل ان انا ابقى الهدف بتاع النقطه والكلام دوت، بس بحدود.
يعني انا اعمل عارف انت زمان زي مش عارف بقى اللي هقوله دوت لائق ولا غير لائق. لما ابتدينا نكتشف الشتيمه واحنا عيال صغيره كان في عيال فاكره ان هي من حقها تشتم كل الناس ومحدش يشتمها صح. فهو عامل زيهم كده. انا حاسس انه عنده الحته دي، انا اتريق على اي حد بس محدش يتريق عليا. شوف هو اول شيء هل هذا الشيء صح ولا مو صح؟ اكيد كلنا نتفق انه هذا شيء غلط. ما في احد اكبر من المخرج، ما في احد اكبر من الارت اللي بيقدمه ولا من الفن اللي بيدينا اياه. اي واحد يتعالى وعنده غرور يستاهل الكتم فورا، لانه النتيجه مو دائما بتكون ايجابيه. بس اليوم في خضم هذا النجاح انا هخض النظر عن اي شيء، وتيجي ميلر تحديدا دونا عن اي احد تاني عنده مشاكل مع امه لا اله الا طبعا. فما هاجي اصدق تيجي ميلر على البقيه. بس هل انا شايف بوادر وظواهر لرايان رينولدز بدا يعيش فيها مع النجاح اللي صاير؟ مو وقته، مو وقته. زي واحد دوب واخد شهاده تخرج ومبسوط اقول له اسمع في غيرك ما تخرج، لا يعني اتس يعني نفس الشيء خليه على ما بعد هنبدأ نحكم عليه بأكتر. وأي واحد يستاهل الغرور أتوقع أنه يعني شباك التذاكر ما حيكون رحيم معه. واليوم والمجتمع الأمريكي تحديداً والمجتمع الغربي عموماً وموضوع الحساسية المفرطة اللي عندهم ما حيعطوا له المجال، يعني حيضحك وينبسطوا في البداية بعدين ممكن يقلبوا عليه على طول. يعني والله هم درجة النفاق عندهم أعلى من أي حاجة في الدنيا، وبرضو لسه في مؤسسات مسيطرة ولسه في تحكم في الصوت بتاع الإعلام، والراجل دوت ممكن غض الطرف اللي انت قلته من وجهة نظر الفان يبقى وجهة نظر رسمية ومقحمة ومجبر عليها الجميع شاء وأم أبو، لأن صحيح. في ناس كتير كلمت على هذا الموضوع ولكن الأصوات ديت بيتم كبتها. شوفوا هو مؤخرا كمان مرته بتمر بأشياء وحنتكلم دحين على لما نتكلم على الفيلم، فأظن لا يعني لازم يقعدوا مع بعض في البيت كده ويتفقوا إنه لا احنا هنخسر كل حاجة، خلينا ايش نكون عقلانيين شوي. اجريت. طيب احنا اتفقنا على اننا هنمشي فيلم مسلسل فيلم مسلسل، فتعالى ننقل على مسلسل. بما اننا اتكلمنا على اكبر تايتل في الافلام تعالى ما نتكلمش على اكبر تايتل في المسلسلات دلوقتي. جات لك فرصة تتفرج على الحلقات الثلاثة اللي نزلوا من باد مانكي؟ يس. ايه رأيك؟ لطيف لطيف. الحلقة الثالثة هي اللي خلتني اقول اها اخر لقطه طبعا. ايوه احنا الان بنتكلم اوكي. انا ما شفتها ابدا، انا ما شفتها ابدا خالص. وحابب فكره مع انه الاكسبوزيشن فيها كان عالي. ايش يعني اكسبوزيشن يا جماعه؟ لما واحد يلقنك انت ايش بتشوف. ده اكسبوزيشن في كل حاجه، ده اكسبوزيشن في الريكاب بالزبط. يعني هو رميها في وشك ويقول لك بيقول لك ايه انا مش جاي العب في الحته دي، خد في وشك بس انا بديك حاجات تانية بمقابل ده. بالظبط. فانا شايف انه اكسبوزيشن وحيد انا ما كنت محتاجه، لانه هذا ممكن يكون تقول لي هو الستايل حق المسلسل يبغى يمشي كده، لانه ما هو جاد مسلسل نوعا ما رغم في جرائم وقتل ومدري مين، بس التون العام نغمه المسلسل ككل مايله على الكوميديا على اللايت الخفيف الحاجات دي اللي ممكن تمر والشخصيات اللطيفه اللي تتطبق معاها والكلام ده كله. بس فكره انه ترى انتبه انا بدي قصه دي ترى هترتبط مع بعض، انت بس اديني وقتي. خليها خليني اشوف انه كيف تتطبق. والله انا عجبني ده بالله. اوكي اصل انا عجبني دوت في الفورمات بتاعت المسلسلات بالتحديد، وخصوصا في السنين الاخيره. احنا دايما بنقول المسلسلات بتبتدي كويسه وانتريجنج وبتاع، بعد كده في الحلقه الثانيه والثالثه الايقاع بيهبط. ولو في نهايه الحلقه الثالثه بنص الحلقه الرابعه بالكثير ما اديتنيش دفعه ادرينالين انا غالبا هقع منك ومش هتفرج. وباد مانكي كان عنده ده بكل تاكيد، فهو من الاخر كان بيقول لك الحبه اللي جايين دول مملين. اوكي بس الموضوع هيسخن استنى عليا، القصه الثانيه ديت هتبان زي ما تكون مش مفيده بس القصه دي مفيده استنى عليا. فعجبني فكره ان هو زي ما يكون فعلا بيكسر الحائط الرابع من غير ما يقول ان هو بيكسر الحائط الرابع. واستجداء انك تقعد. وانا بيني وبينك بكل امانه صراحه عشان اكون صادق مع الناس اللي ممكن تمر بنفس التجربه اللي انا مريت فيها، انا بعد الحلقه الاولى لولا ان انا متفق معاك انه احنا هنشوف الحلقات عشان الحصاد كان ممكن بشكل كبير جدا نعمل سكيب. ما هو مره جذاب، هو كويس يمشي الوقت لو ما عندك اشياء ثانيه هتتفرج عليه. بس وصولا للثالثه والله اعلم ايش يصير بعدها، انا مبسوط اني كمل انه فعلا التويست اللي كان صاير انا ما توقعته ابدا. وهو عنده الفييكل او المحرك الجميل قوي، خفه دم فينس فون ووقع. أيوه. انه بقاله كتير غايب عننا حتى. صح. هو قبل ما يغيب كان ابتدى يشتغل شويه في الادوار الجاده
لو أيوة. تفتكر الموسم اللي عمله في ترو ديتكتيف كان موسم سيء طبعا، بس هو كان كويس قوي فيه، وكان مقدم شخصية جادة وعنيفة بكل تفاصيلها، وعمل أفلام تانية أو حاجات بالطريقة دي. فإنه يرجع تاني للوش الكوميدي بتاع The Breakup والحاجات اللي احنا حبيناها علشانها، ويدن كراشرز والكلام ده، كان وحشني، وعجبني إنه هو لسه عنده الطاقة إنه يعمل ده. والمسلسل دوت عموما بيفكرك بدفعة كده من الأفلام اللي كانت اتعملت في التسعينات والحاجات ديت بتاعت القضية الغامضة في أجواء هادية بتاع شخصية ليد مستهتر، وده طبعا مستهتر إلى أقصى درجة ممكن أتخيلها في الدنيا في كل التفاصيل اللي هو بيعملها. كان وحشني ده، كان اللي كان مالك الشخصية ديت في التسعينات والكلام دوت كان وودي هارلسون، كان بيعمل أفلام من النوعية دي، البطل بس جوفي ومش جد ومهمل وعبيط وبتاعه معرفش إيه. فحاجة، ودي برضو من المواضيع اللي هنستعرضها فيلم أو فيلمين، من الثيمز المعتادة جدا والمهروسة جدا اللي الموجة بتاعت المودرن سينما نستها لنا. صحيح. فأنا مبسوط باستدعائها مرة أخرى. أنا بس أنا لأول مرة هقول شيء أنت دائما تقوله، الفيلم ده كان، المسلسل ده كان ناقصه حاجه واحده، انه الحلقه يكون طولها 30 دقيقه كان حيكون بيرفكت. انا اتفاجئت الحقيقه لما اكتشفت ان هو 50-45 دقيقه، انا حسيت ان انا مش ميته فعلا. صراحه ما ابدا ما هي يعني الجو ده اللايت ما ينفع تطول علي بزياده، لازم تخليني على طول ورا الثاني على طول اخذ ورا بعض. فطول الحلقه كان بالذات الحلقه الاولى لانه انا كنت بتفرج كده وانا مستثقل، فبس لا هو الوقت هو كان عارف ان هو بيقدم حاجه تقيله، هو زي ما انت بتقول كان عمال يستجدي المشاهد، استنى عليا اصبر علي اتقل علي. طيب نخرج من مسلسل بيدينا نمط قديم، ندخل لفيلم بيدينا نمط قديم عشان نجي يلا بينا ناخدها على بعض، معليه لو لخبطت لك الاجنده. لا خالص. الفيلم اللي هو تويستر. يب. انا هذا الفيلم من اكثر الافلام اللي انا مره منقسم الراي فيها ومحتاجك توجهني، انا عايز اللي يوجهني يا محمود. انت رايك شخصيا، انت لوحدك رايك منقسم. ايوه حلوه. أيوه. دي وجديده. قول من جانب انا حابب الطريقه اللي اخذنا منها القصه، انا حاب تصوير العواصف بكل الطرق. انا فعلا حسيت انه الشيء ده ساير حقيقي، التصوير الدمار اللي ساير، الحته الحماسيه حقت انه يجي وراء اعصار، فكره انه انا اقرا الاعاصير كيف مسويه، انا مره حابب هذا الشيء، حابب حتى القصه اللي من جوا الصغيره دي ايش ممكن تطلع، برضو اللي هي افلام التسعينات اللي القصه مره اوفر ذا توب اللي غير قابله حتى للتصديق، واللي هي اصلا حتى في الفيلم ده يعني جاية كفكرة مش كحاجة قابلة للتنفيذ فعلا. بس كل ما يتعلق بالشخصيات، بسبب الممثلين كان أبغض حاجة عندي في الفيلم شخصية البطل. ما بتحبش جلين باولا؟ لأنه عارف البيرفكت اللي جي خارج من بترينا اللي لو أنا قاعد بيني وبين نفسي وجبت إنسان بيصمم لي شخصية نجم أقول له أبغاه معضل شقار بس مو اشقر مره كده على سمار، عارف عنده الهير حق الوجه كده كويس، الابتسامه لازم تكون بالملي كده واضحه، كل شيء بيرفكت لدرجه انه ماني شايف انسان قدامي، شايف روبوت قدامي طالع، خصوصا انه دوبي شايف فيلم هيتمان واللي هو برضه كان البطل فيه، ففي الفيلمين ما هو قادر يطلع من هذا القالب. وللاسف انه انا شفت له او سمعت له مقابله بيتكلموا فيه على لما قابل توم كروز ولما شارك مع توم كروز في فيلم توب جان. شفته. تمام؟ شفت ايش قال عليه؟ شفت ايش توم كروز قال له؟ يعني ما تعلم من الكلام اللي يقول لي اياه ابدا. ما هو يعني مش بايده. يعني ما ما يعني ما تديلوش في تو فيلم تو ثري فيلمز ليتر، اديله 10 ييرز ليتر، اديله 10 سنين يعني. ممكن، بس انا شايفه في توب جان افضل. على الرغم طبعًا. من توب جن انه طالع بالستيريوتايب حق الولد الوسيم، وطبعا المشهد حق الفولي بول اللي في على الشاطئ والكلام ده كله، بس كان في سبستنت، كان في اداء منه صدقته اكثر، اثبات النفس وا 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 ومن كل الاشياء الثانيه. فممكن اختياراته هو، ممكن هو حط نفسه في قالب، ولا اي تحدي ممكن هو بيمر فيه، بس انا ماني قادر خلاص اكثر من اللازم. ضيف عليها المشاركه معاه في البطوله من اسخف ما يكون الممثلات. لو ابغى الستيريوتايب نفس الشيء، لو ابغى ستيريوتايب الصوره النمطيه للفتاه الامريكيه اللي جايه من قريه ولا جايه من مزرعه وراحت وكيف، هي دي
هي دي. ضيف عليها ضيف عليها انه لازم البنت تكون اقوى شيء في هذا، وهي اللي مش فايده فيك يا عم انت سيبك من الموضوع. طيب يعني مش قادر تقول في خير ما تتكلمش خالص. يا الله يا الله، يعني مو معقول الولد ضارب اليوتيوب جايب 1,000,000 مشترك ولا شيء عمله صح طول الفيلم، ولا شيء عمله من يوم ما شافها، ولا شيء عمله صح، وفي الاخير تحطه هو في حلقي. ترى العمل اللي جاي تعمله علي مو انا، هي البطله، انا السمب، هي البطله اللي لازم تاخذ كل شيء يا عم طير. فانا اقول لك انه حرام، انه ضيعت الفيلم وقصته، ضيعت الجو العام حق الفيلم. السينماتوجرافي كانت حلوه، سي جي اي كان جميل وموفق في كثير من الجوانب، بشخصيات باهته سواء البطل او البطله او حتى صديقها السمب الثاني يعني. فكله كانت فكلها كانت كلها سوء، ما يقع خساره خساره. توقعت احلى من كذا بكل امانه. اللي انا سمعت شفت لك انك كاتب انه نروح نتفرج وبسمع وجهه نظرك، و ما اعرف مين كمان مدح لي، قال لي هو فعلا فيلم مو لدرجه انك تبي تخرج ولا توقفه، لا والله حماس، هي بس الشخصيات يعني اللي كانت دل. الشخصيات بهتانة طبعا بالمقارنة مع توستر الأولاني. الأولاني كانت الدور الأول فيه دور نسائي، فأعتقد أن دوت شيء ممكن يبرئ الفيلم دوت من فكرة العمة على الموجة، لأن معروف داخل عالم توسترز أن البطلة واحدة ست، يعني حتى من قبل ما الموجة دي تتعمل على الإطلاق. ولكن الست بتاعت الجزء الأولاني كانت هيلين هانت، يعني أكاديمي أورد ماتيريال من أول لما قالت يا تمثيل، من أول لحظة في الدنيا تقف قدام توم هانكس وتسرق منه الشاشة، حاجة يعني مش طبيعية طبعا بكل تأكيد. المرة دي والله عد غنمك يا جوحة، يعني هقعد أفر في كل البنات اللي ممكن تعمل حاجة بالطريقة ديت، هطلع مين يعني اللي أسوأ من ديت؟ كانوا راحوا جابوا سيدني سويني ديت مع جلين باول في فيلم تاني، كانوا كتبوا على جنان البشر كلهم على بعضه. لو أنت هتجيب لي ممثل بلاستيك هجيب لك قدامه ممثلة أبلستك منه علشان أكتب على جنانك أكتر وأكتر. مع الوضع في الاعتبار إن إحنا لو هنتكلم على الأجيال الجديدة بتاعت الممثلات، ففي فيلم إحنا فيلمين أكشلي إحنا شفناهم موجودين معنا في فيهم أداءات نسائية صغيرة في السن من أعظم ما يمكن حقيقي يعني. أنا معاك طبعا أن بالمقارنة الشخصيات دي على مستوى التجسيد وعلى مستوى الحضور بهتانة أكتر بكتير. التلاعبات الدرامية اللي موجودة ما بين المثلث بتاعنا ساذجة إلى أقصى درجة، ولكن أرجع تاني وأقول لك بأن كتير ما شفناهاش فكرة الولد اللي بيتقدم من البداية زي ما يكون الباد بوي بس في الآخر يطلع هو ده جود بوي، دي حاجة كانت كويسة. وآه بصراحة تتابعات المطاردات بتاعة الأعاصير أنا بحب دوت في المؤثرات. أنا أحب لما تيجي تعمل لي حاجة وتكلفها روح فيها لعالم غريب ما بنشوفوش كتير. أيوه. عالم أيوه. العواصف، عالم الموضوع دوت، أنت دايما بتتفرج عليه زي ما يكون ظاهرة فاسينيتنج وبتاع، لما أنت شفت الدمار بتاعها ممكن يعمل إيه في البشر سواء على المستوى الماكرو أو صحيح. المستوى المايكرو، على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد وحياتهم ومستقبلهم والأمور دي كلها. وصولا للحظة الملزقة في الاخر بتاعت الرومانس انا ضحكت بصراحه، فكره لما راح مكلبش له العربيه في الارض وراح داخل على المطار وبتاع، حسيت ان ده ما خفيف ما اتضايقتش منه. بالعوده لجلين باول، او جلين باول ظاهره تستحق التامل، وزي ما بقول لك عاوزين نرجع عايزين نراقبها في العشر سنين الجايه هتعمل ايه. هو داخل عالم توب جن عمل اللي عمله فال كيلمر، هو كان المقابل بتاع شخصيه فال كيلمر في توب جن الاولاني. فال كيلمر بعد ما طلع من توب جن عمل حاجتين متوازنتين جدا، واتصور انه لولا انه الايجو بتاعه هرشه شويتين وبعدين القدر لم يمهله بالمرض والامور دي كلها، اتصور ان فال كيلمر النهارده كان هيبقى وزن توم كروز ويمكن اتقل منه كمان. ان فال كيلمر فضل في شخصيه الولد الكيوت الجميل الباد بوي قوي، لان فال كيلمر وشه زي ما يكون بس بعدها راح هيت وراح بالظبط. لا وعمل حاجات تانية، عمل هيت وعمل حاجات تانية ارتستيك وبتاع، وعمل باتمان، عمل يعني عاوز في ده هتلاقي الولد الجميل الامور المليونير البليونير اللي ما اعرفش مين. ولو عاوزني ارجع لك ستريت فشخ واتخلص من كل السمات اللي في وشي ديت هشتغلها وهعملها. توم كروز شخصيا اللي يعتبر المنتور بتاعه لما كان وهو ده جدلا ما يزال يعني اوسم رجل على وجه الكوكب، راح عمل انترفيو ذا فامباير، راح تخلى عن كل حاجه في الدنيا، راح عمل ذا فورث اوف جولاي، عمل شخصيه محطمه بالضبط يعني، راح رجع عمل شخصيه جندي، رجع ومشلول وقاعد والدقنه الكبيره والكلام ده كله. توم كروز ظاهره يعني بكل الاحوال، احنا ما نبغى نقارنه بتوم كروز، بس انا ارجع اقول لك انه يعني هذه كمان انا متوقع 1,000,000% انهم لانهم رجعوا للقالب اللي انت بتقول عليه، فمين اكثر واحد يناسب القالب؟ هنا يجي دور البطل والممثل
انه يرفض القوالب. ما هو دي بقى اللي احنا ما نعرفهاش، عشان كده بقول لك اديله شويه وقت. احنا ما نعرفش هو اتعرض عليه ايه. يعني انت مثلا عندك جلاديتر 2 الولد بول ميسكال دوت ولا بتاع، من الواضح ان هو راكب دور وهربان تماما من الادوار الكيوت وبيعمل ادوار تقيله وبتاع، بس احنا عمرنا ما هنعرف اذا كان جلين باول اتعرض عليه دور زي دوت ولا لا. بس شوف الواد ده، شوف الواد ده مثلا قبل ما انا متاكد الدور اللي خلاه ياخذ جلاديتر، الفيلم اللي قبل سنتين نزل كان اسمه افتر سن، افتر سن يا مان. طبعا 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 الله. الولد سيطر من بعدها يعني. يا الله يا الله على البكا، يا الله على البكا. فيعني هذا هو الاختيارات اللي ممكن الواحد يوصله لحاجه زي كده. بس بكل عام بكل امانه هذا فيلم سينما، اتوقع انه الفيلم ده سوى كويس في السينما. اتوقع الفيلم ده سهل اخذ مرتي، سهل الشباب يطلعوا مع بعض، سهل عيله تتفرج عليه. بس انا اللي خلاني موجودة. اللي خلاني حبيت ادعمه واعمل له بوست للناس تخش، لانه فعلا سهل قوي ان هو يعدي بتوين ذا كراكس كده ومحدش ياخد باله منه. واحنا عايزين نفهم حاجه مهمه قوي، احنا لما بنقول يا جماعه ما عادش في افلام في السينمات دوت، الادعاء بتاعنا من بعد الكورونا بشويه وقبل الكورونا كمان لو تفتكر، لما كانت الاي بيز هي اللي مسيطره بشكل كبير قوي. ايوه يا جماعه، ما هو لو الاجنده السينمائيه هتتحشر لنا كل اسبوع اربع او خمس افلام جداد، احنا متصورين ان كلهم هيبقوا جوكر؟ اكيد كلهم هيبقوا دي ايرش مان. مش هينفع، لازم هيبقى فيه فودر. ولو الفودر اللي هي الـ في لغه الكونتنت واليوتيوب بيسموها الهب، اللي هو الريفيو بتاعت النهارده، التريلر رياكشن بتاعت النهارده، تحليل الماتش بتاع النهارده، الكلام ده كله في مستوى تويسترز هايل، لان الستار هيبقى اعلى واعلى وافضل وافضل. صحيح صحيح، اوكي حلو الكلام. ايش بعد تويستر؟ نروح لمسلسل. تعال نقفل الكيسه بتاع دارك ماتر عشان تاخرنا قوي بصراحه وريحته ابتدت تطلع. انا عملت حلقه كامله على دارك ماتر، فابغى اسمع. انا ما سمعت منك الى الان. لا لا، ده انا عايز ارجع بقى للحصاد لما انا كنت سالتك واحنا كنا مهووسين بالمسلسل وظهر. احنا كلام بحريه حرق يا جماعه طبعا، اللي ما شافش دارك ماتر متاخر موت يعني. كنت سالتك مع ظهور الشخصيه الثالثه، يعني احنا كنا ساعتها كانت الثالثه بس. قلت لك اللي جاي، وكنا وقفنا ما فهمناش بقى ان هو مش شخصيه ثالثه، هي ماسوره وضربت في وشنا كلنا. اللي جاي جدلي ولا حلو؟ انت قلت لي جدلي. انت قلت لي اثار جدل كل الناس اللي قروا الروايه، وانت شخصيا عندك فيها مشاعر متضاربه وحاجات زي كده. تعال نتكلم في ده. ايه اللي عملوه بده وصولا لايه في النهايه؟ هل هو احسن حاجه كانت ممكن تحصل؟ بكل تاكيد لا. انا كان عاجبني الرحله الوجوديه وهي مسيطره اكتر على الاحاسيس بتاعه الشخصيه. ما كنتش مستعده او حابب انك تقدم لي تعقيد على مستوى الخيال العلمي وعلى مستوى الدرامي ينقلني بدفعه احاسيسي لحاجه جديده خالص بالشكل ده، وصولا للمشهد الاخير او التسلسل الاخير اللي كان فيه حاجه عاوز اقول هزليه قوي. يعني المنظر بتاعهم وهم داخلين بتاع والبيت، الشخصيات كلها واقفه جداً. حاجه فكرتني كده بافلام اسماعيل ياسين زمان لما قال لك ليه اخوات في كل البتاع. صحيح. ولا محمد هنيدي في عندليب الدقي لما طلع ليه اخوات في كل الدول العربيه. يعني مشهد ما ينفعش اتفرج عليه وما اضحكش. صح. فحاسس ان كان في اختيارات افضل، وحابب يعني اعتقد الاخلاص للروايه مش دايما شيء كويس. لا لا وزيدك، لا لا، وترى الروايه كانت، انا قلت الشيء ده في المراجعه يا اخي، في فرق وهذا الصعب يعني اشرحه، وانا اسف اذا ما شرحته بشكل كويس، هحاول قد الامكان. في فرق بين الماده المقروءه والماده اللي متشافه. المادة المقروءة أنت عايش بينك وبين نفسك، ممكن صفحتين ثلاثة توصف لك خطوة البطل بياخدها والأحاسيس اللي جوة البطل، فتشتري منه أكتر. يعني فكرة أنه ليه مرته صدقت ده دون على البقية، وهم البقية كلهم نسخة منه، أنا قدرت أشتريها من الكتاب لأنه أخذ فترة يقنعني بده وأعيش معاه بده مع كل الأشياء اللي في راسي اللي بتقول كيف ومدري إيه، بس في أحاسيس معينة بتوصل. في المسلسل ما جابوها واستعجلوا فيها. الشات روم، المشهد حق الشات روم اللي هم قاعدين يتكلموا، الزوجة لها دور في المسلسل، هنا إحنا ما شفنا في الرواية، قصدي ما شفناه في 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 الفيلم. غير انه في الاخير لما الناس اللي بتتهم ماهر ان هو بيكره الادوار النسائيه ومتربص لهم في كل حاجه، ادي دور نسائي اهوت متحمس له وشايف ان هو ما خدش حقه في المسلسل. اول مره ينتصر لدور نسائي من سنه 94 تقريبا، بس حابين ان احنا نسجل هذه اللحظه. لا اله الا الله. المهم فالشاهد انه لا، الفرق بين الماده المكتوبه والهذا فرق. بس انا هنا طالما اللي عمل لي المسلسل هو نفسه اللي كتب الروايه، ادي الماتيريال حقته، هو شايفها بعينه،
هذه أفضل طريقة ممكن إنها تطلع نوعا ما بالنسبة لي على الأقل. وشيء الثاني من أطل على المسلسل كامل مقارنة بالرواية كاملة، يا رجل هو 90% كان ماشي ورا الرواية، يعني الاختلافات بسيطة، يعني يمكن أقول ببالغ 90% 80%. فهنا اللي أنا أطالب فيه، يا أخي الرواية انتشرت والناس حبتها، أنت مين تجي تغير؟ أنت مين تقول لا أنا أبغى أعمل تغيير زي جماعتنا في هاوس أوف ذا دراجون مثلا؟ فهنا هذا الشيء اللي حبيته. بس أنا دحين متخوف إنه طلعت أخبار إنه في موسم ثاني، وإلا إذا كان حينزل كتاب ثاني هذا شيء ثاني. فأنت إيش رأيك كان في النهاية؟ لا 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 يعني حلو الموضوع، تكيس وتباع وظريف وكلام زي كده قابل، بس مش مبسوط. لا طبعا كنت يعني الرحلة الوجودية اللي كنت عمالة أتأمل فيها قلبت في الآخر War of the Clones. صحيح. وحتى المنطق اللي هو حاول ينتصر له، المفترض ان هو كان يدعم الرسالة اللي انت بتقدمها من البداية، choice الاختيار، انا بختار ايه في حياتي، وهو الكارير اهم ولا الاسرة اهم ولا العائلة اهم ولا الكلام ده كله. وفي الاخر بتقول ان الانسان كله على بعضه حفنة من التجارب والدراما والخسائر والمكاسب، وهو دوت اللي بيكون شخصيته. ولما جيت تتوج ده رحت متوجه بالانتصار لشخصية واحدة او لنسخة واحدة من كل النسخ ديت، رغم ان احنا لو كلنا فاهمين الاطار اللي انت قدمته من منظور الخيال العلمي هم كلهم نفس الشخص دوت. فليه فعلا يعني انا واقف عمال اتفرج عليهم، هم انتوا اقتنعتوا ازاي يا جماعه؟ يعني انا لو واقف وسطكم مستحيل اقتنع باللي هو اتقال دوت، لانه مش حقيقي. يعني من خلال اللي اتقدم كله انتوا كلكم خضتوا نفس التجارب، فبناء على ايه دوت احق بينكم باي حاجه في الدنيا؟ صح ما ما لا ما 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 عجبتنيش بس اشتريتها. شبه برضو نهايه اخرى هنتكلم فيها كمان شويه. ابا انتصر بشكل كبير جدا كمان للمسلسل انه في الكتاب ما كان موجود، كل ما يختص بالشخصيه الشريره هو صار، هو فعلا نقله وجاء وعطاه، بس الكتاب انت ما تشوفه حتى هو اختفى خالص وما بيرجعش تاني ولا شيء. فهنا كانت يعني اظن الكاتب انتبه انه انا محتاج، تحس ان هو تاثر شويه بفيس اوف في الحته دي. ايوه نوعا ما. فيس اوف ترى يا جماعه الناس يعني فيس اوف ترى اثر على اشياء غير معقوله، رغم شكله الكرتوني الهزلي الكلام ده كله، ولكن برضه يعني لو نطيت الحواجز ديت هتلاقي تاملات. صحيح. فانا بقول لك انه هذا الجانب، وانا هنا حابب لما يكون كاتب للروايه يعطي فرصه لكتابه السيناريو، مو شرط كل الروائيين سيناريست كويسين، وهذا الشيء تعلمته من احمد مراد. يعني من جلستي معاه قاعد يقول لي اشياء كثير. احمد مراد مثلا من الامثله اللي عمل الفيل الازرق 2 وحيعمل الفيل الازرق 3 مع انه ما عنده الا كتاب واحد. هو شايف انه رؤيه القصه حقته فيجولي على الشاشه يمكن حتفيده اكثر من الروايات. فتوقع هنا دارك ماتر الجزء الثاني، اتوقع انه الكاتب بليك كراوتش حيرجع مره ثانيه بس ما اظن حينزل كتاب، ما اظن حينزل جزء ثاني لانه في المسلسل بنى ليش ممكن يكون في جزء ثاني، لانه اللي صار في موضوع صاحبه اللي راح مكان ثاني وانه تقابل مع هذيك اللي دكسه، هذا كله مو في الكتاب. فهو ابتدى يزرع خطوط لحدوته جديدة. بالضبط. واللي مستحيل يخليها في الكتاب، الكتاب انتهى، كتاب قفل خلاص. فهنا اللي أنا صراحة عندي فضول أشوف كيف يتم استخدام الزراعة دي اللي صارت من منظور شخص شاف المسلسل، بس من منظور شخص قرأ الرواية لا أنت الرواية كده خلصت خلاص. لا بس عموما يعني مرضي، كان في طرق أسوأ من كده بكتير، وكان في سيناريوهات أخيب من كده بكتير. ففي الصورة الكبيرة أنا مرضي جدا، حتى لو الموسم الثاني خيش مننا أو طلع مبالغ فيها وكلام زي دوت، هفضل فاكر تجربة موسم أول متميز. صحيح. خش على فيلم. حلو. نخش على فيلم رعب جدلي الآراء انقسمت عليه بشدة، رغم إنه طبعا يعني أثار اهتمام بشكل كبير قوي، وهو لونج ليجز. أنت ما اتكلمتش على لونج ليجز في أي حتة صح؟ لا ولا انا عشان مش عارفين نتكلم نقول ايه. يا اخي انا مشكلتي من زمان كده، انا حبان زي الاسطوانه المشروخه اللي كل شويه بعيد كلامي. انا ما افهم الرعب. اوكي. انا انسان في الاحاسيس تجي من افلام الرعب اللي الناس تستمتع فيها، انا مو انا الشخص، انا ماني فئه مستهدفه ابدا، نادرا ما استمتع بشيء. وعدت اكثر من مره انا احب الرعب المبني على القلق النفسي، على شد الاعصاب، على الاشياء دي كلها. اللي عجبني في الفيلم حق لونج ليجز انه دمج لك تو جنرز مع بعض، فئتين من الافلام، زي اللي اخذ سايلنس اوف ذا لامبس مثلا ك
كجريمة وإنه في عندك مجرم وإنه بيديك مقرف محلها تماما وإنه بيتلاعب بالأشياء من برا مع فيلم رعب تقليدي معين. واللي عجبني في الفيلم ده كمان إنه على عكس بعض الأفلام الرعب الثانية اللي خلال السنين أخذت تقدير كبير من النقاد وفي النهاية إحنا ما إحنا فاهمين، لا الفيلم ده بيشرح نفسه في النهاية. أنت تشتري ما تشتري ده شيء راجع لك، بس هو بيشرح نفسه في النهاية. الشيء الثالث والأهم واللي هنا أنا يعني كإنسان عربي مسلم ما حأفهم مهما أسوي ما حأفهم، إن هو بيعتمد بشكل كبير على الإنجيل والسكند شو اسمه ده حقهم الكتب يعني السماوية الخاصة فيهم واللي هي في عقيدة وثقافة الغربيين بشكل معين أنا ما حقدر أفهم. زي لو واحد جاء عندنا بقصص الجن حقتنا بطريقة ما يدخل لك آيات وأحاديث وأشياء الغربي مستحيل يفهمها إلا لو قرأ فيها، أنا حتى ما عندي استعداد أقرأ فيها بزيادة. فهذا اللي بيخليني التجربة في الأخير ما هي مفهومة بالنسبة لي. يعني أنا حاب جانب الجريمة اللي فيه، التحقيق اللي فيه، الأشياء الواضحة، موضوع العروسة، موضوع استغلال الأم، ودور الأم كان رائع، دور نيكولاس كيج كان يخوف، شكله كده على الشاشة كان يخوف. بس أكذب لو أقول لك أنا خرجت أنا مرضي والقصة واو، في جوانب حلوة بس جوانب كتير أنا طالع يعني محتاج أحد يجلس معايا ويشرح لي نقطة نقطة، مو عشان أنا ما فهمت. لا 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 أنت بتطلع مرتبك 100% بالضبط. فأنا هذه التجربة حقتي مع لونج ليكس، مع أني أحيي جدا التجربة السينماتوغرافي اللي فيه، إحساس الخوف اللي طالع، الظلمة اللي في الشاشة اللي طالعة، الاستفادة من أفلام أخرى أنك تعيد نفس الأجواء وتوريني هي زي ما قلنا سايلنس أوف ذا لامز مثلا كانت جميلة موفقة. تمثيل البطلة الرئيسية رائع، هي والأم، يعني الأم أنا صدقتها جدا إنه هذه السيدة المتدينة لأبعد درجة اللي سابت الدين وبالعكس استغلته لإيذاء ناس آخرين في سبيل حماية بنتها، أنا اشتريته مرة. ودور البنت المتوحدة اللي كأنها متوحدة، ما قال إنه هي عندها توحد بس اللي أوكورد كل تصرفاتها غريبة الأطوار اللي تقعد تتكلم كلمتين كده على بعضها واللي في الأخير ممكن تربطها على التحكم اللي صاير فيها بسبب العروسة، برضو أداء كان ممتاز. فالأداءات التمثيلية كويسة، الأداءات الإخراجية صوريا صورة كانت ممتازة، بس القصة نفسها عشان اشتري الجوانب اللي فيها بسبب ثقافتنا بسبب أنا مين وموقع الجغرافي في العالم صعب صعب أفهم ولا أبغى أفهم. بص، تجربة مشاهدة لونج ليجز تجربة موترة وتشعر اللي بيتفرج بعدم ارتياح من أول لحظة لآخر لحظة. وأنا بتكلم على عدم ارتياح مش عدم ارتياح ذهني بس، ده أنت قاعد مش مستقر، يعني أنت حاسس أن قعدتك على الكرسي غلط، حاسس أن في هو أنا مالي مش معدول ليه، هو في إيه بيحصل محسسني أن البوصلة معوجة بتاعة العالم اللي أنا بتفرج عليه كله على بعض. فيلم لونج ليجز لو بيستدعي أفلام أخرى من الذاكرة في الأنواع بتاعة الرعب فهو بيذكرني بشكل واضح يمكن إلى حد كبير بدأ إكزورسست الأولاني، ويمكن إلى حد أكبر بفيلم The Witch اللي كان فيه اللي تقدمت من خلاله أنيا تيلر جوي لو أنا فاكر أن هي كانت البطلة بتاعت الفيلم. دي أفلام زي ما تقول المقابل الواقعي بتاع الادعاء الساذج اللي بتقدمه الافلام الرعب الاخرى بان في كيان شرير، بان في روح شريره، بان في شيطان، بان في جن، اللي هو بيحصل في ذا كونجورينج وبيحصل في الحاجات اللي شبهه وانابيل وما اعرفش ايه والحاجات دي، لان دي افلام وانت بتتفرج فيها يا جماعه الكلام ده لا ملموس ولا ممسوك، وحتى تصوره على مستوى الشاشه ساذج شويتين كرتوني حبتين، اتخضيت من الجامب سكيرز وبتاعه كلام زي دوت، لكن لم يشعرني اطلاقا بقلق نفسي لان انا فاهم كويس ان اللي في الشاشة ده عالم واللي انا عايش فيه ده عالم تاني. اللي بيعمله ده اكزورسست واللي عمله ده ويتش واللي بيعمله دلوقتي لونج ليجز لا، هو بيحاول يقنعك بان لو فعلا العالم الاخر ده بقى في نفس العالم اللي انت موجود فيه او انت انتقلت للعالم ده فشكله على ارض الواقع هيبقى كده، مش هيبقى فيه عفريت، مش هيبقى فيه ناس بقرون، مش هيبقى فيه حاجات بالطريقة ديت، بس فيه افعال شيطانية بتدخل مباشر. الأزمة في إن هو لما بيسيح لك العالم ده على العالم ده أنت فعلا بتشعر بقلق كبير جدا. يبقى اللي أنت قلته وإدراكك ليه كمشاهد علشان في الآخر تتمتع بالعالم وتلفظ الأفكار اللي ممكن تخليك تقول لا أنا بشكك وبشكك وبشكك وكلام زي ده، إن فعلا كل واحد هيتناوله بقضيته أو بثقافته أو بدينه أو بالتربية والعقيدة اللي هو عليها. فيلم زي دوت لو اتعمل في مصر، لو كانت مصر أو السعودية أو الدول العربية هي أعظم دولة على وجه العالم في صناعة السينما
وقررت انها تعمل فيلم زي دوت كان الجانب الديني فيه هيكون منظور قرآني. صحيح. وكان حيبقى بيقلق اكتر وبيرعب اكتر وبيخوف اكتر مليون مره كمان يعني. فهم لما عملوه عملوه بالمبدا بتاعهم زي ما بيعملوا كل حاجه من المبدا بتاعهم، المبدا الامريكاني. صح. اللي بيدعي ان لو في إليان نزل من السماء فهو اكيد هينزل في امريكا، مش هينزل في اي حته تانية على وجه الكوكب. اللي ما عجبنيش هو الانتقال في الاخر للفكره بتاعت العروسه والمخ الهولو والحاجات اللي زي دي. حسيت ان انت كنت بتقدم فكره متكلفه شويتين وفي الاخر قررت انك ترخصها حبه، زي ما تكون كانت نازله في الاول براند في محلات وكلام زي دوت ب 5000 جنيه و6000 جنيه وفجاه لقيتها واقفه على الرصيف بتتباع ب 20 جنيه و30 جنيه. جاء على قبل اخر تلت اخذ لفه شمال مع وزي ما انت قلت هو كتر خيره منه لله في نفس الوقت انه شرح كل حاجه. ايوه شرح ما سابك ما انت فاهم يعني، بس تفاصيل معينه. انا كنت محتاج شويه غموض، انا كنت محتاج تسيبني في الاخر بشويه اسئله مش مفتوحه، لان ده فيلم مش جماهيري واحنا فاهمين كويس قوي انه مش هيكون مستساغ لجميع الناس. فاخلص للجمهور اللي صدق نصك الاولاني وكمل على هذا الاساس للنهايه. لكن زي ما انت قلت بالظبط وانت عبرت عليها بشكل كويس قوي، انا خارج عارف كويس قوي ان في حاجات ما عجبتنيش، بس لو جينا نفصص مش هقدر اقول لك ان الاخراج وحش، مش هقدر اقول لك ان الايقاع سيء، مش هقدر اقول لك ان التجسيد فيه مشكله، مش هقدر اقول لك اني ما اتخضتش، مش هقدر اقول لك اني ما قلقتش. انا عشت كل حاجه الفيلم عاوز يبيعها زي ما هو قصد يبيعها بالظبط. صحيح، بس انا ارجع اعيد مره ثانيه يعني. انا مثلا فيلم زي ده نفسي اقعد مع محمد فريد صاحبنا صاحب قناه موفي كومبو، يعشق افلام الرعب، اتوقع الفيلم ده بالنسبه له حيكون واو يعني، حيجي يمكن يتكلم بالساعات. كريس شو اسمه ستاكمان يعشق افلام الرعب، المفروض ان هو في نفس العالم دوت هينزل رعب. ففي زي زي اي نوع افلام تاني في فئات معينه ما تيجي معاك. انا ما احب، انا فئه افلام الرعب مو عاده بتستهويني، بس لانه فيلم ضارب وذا كان ضروري ادخل. هل انا ندمان شفته؟ لا. هل اخذت تجربه زي ما الناس بتقول؟ لا، لانه انا اصلا ماني من الجمهور المستهدف، بس اقدر اقول طلعت منه بحاجتين اساسيه رهيبه. واحد انه ما لنا غنى عن نيكولاس كيج، نيكولاس كيج ده عباره عن اداه شكلها زي ما تبغى، تبغى كوميدي، تبغى رعب، تبغى اكشن، انسان يستحق تقدير اكبر، واتمنى انه خلص الديون كلها فيقدر يشتغل دحين افلام زي ما يبغى. والشيء الثاني الممثله اللي مثلت في ده الدور روعه. والمخرج يا ريس، المخرج لا مقدم حاجات كتير بلغات اول مره نشوفها. يعني فكره الفيلن بتاعنا اللي هو انا عاوز اخبيه عنك بس عاوز اديلك عليه هنتات كل شويه، اولا اللي عملوا بيه في مشهد البدايه انه في الثانيه اللي كنا هنشوف وشه راح عامل لعبايه، ولعبه مقلقه جدا وموتره جدا. بعد كده كل مره كان بيظهر فيها اختيارك لتوقيت ظهوره بوشه وهو توقيت غير ريماركبل على الاطلاق. صحيح. دي مدرسه تحكم. صحيح. في الايقاع هايل، حتى زي ما انت بتقول، وانا انا بحب افلام الرعب جدا كمان. انا ده انا مزاجي يا ريس بقى لو عيان وسخن واتفرج على افلام رعب، لانهم بيطلعوا من الشاشه بيجوا يقعدوا معايا مزيكا بقى. انك لو مالكش في افلام الرعب، ما بتحبش افلام الرعب، هتقدر الاسفل بتاع التحقيق. صحيح. هو مليان تعقيدات ومليان حاجات في منتهى الذكاء، مش بسيطه اطلاقا. صح. لو اديته درجه من 10 تدي له كام؟ وانت راجل مش محب الافلام الرعب. تقديرا لكل الجوانب اللي موجوده في الفيلم 6. انا اديله 8 بصراحه. يعني ولو كتبت يعني لو جيت اكتب بقى واواجه نفسي مش بعيد يوصل معايا ل 8.5 كمان. ممتاز. لافلي. يلا ننتقل لمسلسل. ايه جاهز لهاوس اوف ذا دراجون ولا ايه؟ انا اتكلمت وصفيت وقلت كل شيء. احنا جايين نعمل واجب بس يا جماعه، انا اكون مره صادق، انا هنا بس بعمل تشيك مارك انه تكلمنا. احنا عاوزين نلاقي مع بعض لو في اسئله ممكن ما سالناهاش لروحنا وما جاوبناهاش في الحلقات اللي احنا عملناها وفي الريفيوز اللي احنا عملناها وفي الكلام ده كله، ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون طلعنا بايه ايجابي من الموسم ده؟ ايجابي؟ تعال التمثيلية. تعال نحبه بعنف ونطلع حاجه. قول لي الاداءات التمثيليه في كم اداء. انا مره استغربت منه. اولا ايجون افضل اداء تمثيلي في المسلسل. انا عايز اقول لك حاجه، وانت بتقول الاداء التمثيليه كنت هختلف معاك، اقول لك الاداء التمثيليه كلها زي الزفت، بس لغايه لما قلت ايجون انت صح. ايجون ولو تلاحظ من يوم ما ايجون اختفى على الشاشه انا مستوى المسلسل طاح معي. هو كان بيعطينا الشد والجذب، كان بيحسسني انه عندي جهتين مختلفة، كان بيحسسني انه عندي سياستين مختلفة، مو واحد طالع بس طول وقته بيقتل الناس، ومو واحد طول وقتها طيبة ما تبى تقتل احد، لا، فكان عندنا طرفين كده حلوين. يلا انا اديت حاجة ايجابية، عليك انت الدور.
انا كنت بشرب مش فاضي. ايش عندك؟ حاجة ايجابية، التأمل اكتر واكتر في طبائع واحجام واشكال التنانين. ان اللي كان بيتحكلنا في الموسم الاولاني من خلال الخبراء اللي زيك بعالم التنانين والاختلافات اللي ما بينهم احجاما، شراسة، طبيعة، كيفية التأقلم مع الفارس بتاعك، وقع ان التنين هو اللي بيختار الفارس مش الفارس هو اللي بيختار التنين، بالامور دي كلها لو المسلسل دوت جردناه من كل مشاهده وابقينا فقط على المشاهد اللي فيها تنانين، اعتقد ان هما بيحققوا الرؤى اللي انتوا كنتوا بترسموها لنا في الموسم اللي فات، من ان احنا نشوف فعلا الفروق اللي ما بينهم عاملة ازاي، نشوف طبائعهم عاملة ازاي، نشوف غضبهم عامل ازاي، ونشوف رضاهم عامل ازاي، نفهم حجمهم كسلاح، وتقتنع بانك لما اقولك ان اكبر تنين في العالم لو اتلم عليه تنينين ممكن يبقى فيه شوية تعادل الى حد ما بس لسه يكسب، لكن لو اتلم عليه ثلاثة هياخد بعضه ويجري. فالعدد مهم، الحجم مهم، الطبيعة مهمة، الأمور دي كلها اتقدمت في الموسم ده بشكل وافي. آخر نقطة عندي، لأنه ما أظن عندي نقطة تانية. أظن جانب برضو أنه ما استغلوه كتير بس كان حلو في بداياته، كان كيف أنه السياسة تظل سياسة. يعني أنا مقتنع الآن أنه كيف الترقاريين لما رحنا على Game of Thrones كيف سقطوا وكيف خلاص صاروا لقمة سائغة لكلهم ياخدوها، كيف اختلفت ويستروس على يوقفوا مع مين، كيف الحرب الأهلية بدأت أصلا. سيبك من الحوار تبع إنهم تكلموا هذه سمعته غلط والكلام ده كله، لا بتكلم دائما في صراع على السطوة، سواء كانوا حتى لو كان التوريث علنا كده مسجل صوت وصورة، بس ده عمل برضو وحش، هم عملوه بس عمل وحشة. لا أنا قصدي من أي ناحية، قصدي من ناحية الشعب إنه يكون مع مين وواقف مع مين، كيف تقرأ الشعب صح وكيف تقرأ غلط. كيف الشعب لما شاف هيلينا نزلت مع أمها وبالولد الميت اشترى وصار فيه تعاطف مرة كبير، كيف إنك تقرأ الشعب، وهذا السبب اللي أوتو هاي تاور كان فاهمهم، كيف لما تقرأ الشعب غلط وتجيب راس التنين مقطوعة وإنت ما تستوعب إن الشعب ده أصلاً مطيع لك طاعة عمياء لأنه شايفك إله، وسبب هذه الألوهية هو وجود هذا التنين، فلما تجيب هذا التنين مقطوع الرأس ممكن يقلب عليك، عشان كده بعدها على طول صار يتقبل ال- 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 الهدايا والهبات اللي جات من برا، متقبل، هو جيعان هيقبل من أي أحد، بس لا ويتجرأ عليك ويرميك بالطماطم وسط وسط الشارع، أنت اديته هذا الإحساس. كيف إن عندك قبائل برا كل قبيلة حتكون واقفة مع أحد، كيف لما تكون مثال للشرف الكل حيكون وراك، زي لما جاء ديمون وجاء وقال له من غير ما أنا ما قلت لك بس روح وقتل اللي تبغاه. مهما كان في حرب، في شيء اسمه حرب وفي جريمة حرب، في حرب في إسرائيل ما فيها، في أوسخ شيء في الدنيا وفي مشاكل بتصير بين أي ناس معينة بتصير. فهذه الحاجات تفاصيل صغيرة لما أقعد بيني وبين نفسي أقول أوكي أنا شايف في بذور حلوة أنت قاعد تزرعها، بس أنت نفسك حمار زرعتها وما حصدتها وقاعد تحصد في أشياء تانية ما لها داعي. لا انا ما عنديش حاجه تانية ايجابيه، مش هقدر يعني، انا صبرت كتير قوي على السلمه اللي انت كنت بتاخدها ديت على امل انك في نقطه معينه هتروح جاري بيا 3 4 سلالم وبعدين تروح واقف على السلمه وبعدين طالع بيا 3 4 سلالم وبعدين تروح واخد سبرنت في الاخر توصلني للدور اللي انت كنت رايحه، لغايه لما اكتشفت في الاخر انك كل ده في السلمه الاولانيه وما عرفتش تعديها. عملت حاجات كويسه كتير وانت بتعدي السلمه ديت، لكن في الصوره الكبيره ما بقتش قادر اسامحك خلاص على اللي اتقدم كله. ووصلت النتيجه، ما اعرفش انت سمعتها ولا لا، انا ادعائي شخصي الموسم ده باظ، الموسم ده باظ منهم هو بيتعمل في مرحلة ما، مش ده البلوبرنت. شوف أنا عايز أراهن على ده. لا أنا قريت، يعني أنا أبغى أكد كلامك، أنا قرأت إنه هو أصلا كان 10 حلقات وإنه HBO رجعت للمخرج قالت له في حلقتين أنا ما هعملها، أو مو حلقتين، في ميزانية معينة ما هتأخدها، فاضطر إنه يقلل بمجموع حلقتين. كان المفروض انه حلقتين يكون في منها معركة، لانه تصريحاته كلها قالوا انه عندي معركتين او حلقتين جامدة، احنا شفنا واحدة التانية ما جات، فهذا يؤكد كلام موضوع الميزانية وكيف انه تم قطعها في النص. بس انا ما يهمني انت رديت ونزلت انت بالذات HBO، انت يعني المفروض تكون حذر جدا في التعامل مع جمهور هذا العالم اللي انت خذلته، انك سمعت كلام منتجين في القصة الأصلية والآن جاي تخرب مرة تانية. لا هذا شيء غلط. اللي أنا زعلني وكنت رافض أني أعمله فترة طويلة بس عملته خلاص، رحت قاعد أقرأ المدونات الخاصة بجورج أر أر مارتن. عمي أنت رحت تقرأها؟ أنا لو قريت الشيء ده قبل المسلسل ما يبدأ ما ترشت المسلسل أصلا.
الرجال علن، الرجال علنا بيقول لك، علنا كده بيقول لك انه في ناس كده، هو بيقول انه في ناس متصوره انه في احد حيجي يفهم عالم لورد اوف ذا رينجز اكتر من توكن، ولا واحد حيفهم عالم اي عالم اكتر من الكاتب نفسه. And they will keep repeating، وإن هم حيقعدوا يقولوا لك، يعني هو بيوصف المنتجين وهوليود إنه الكتاب is كتاب والفيلم is فيلم، الكتاب is كتاب والمسلسل مسلسل، وهم ما هم فاهمين أي حاجة وحيخربوا لك كل شيء في الطريق. هذه واحدة من الكتابات، يعني أظن رسالة واضحة. يعني أنا لو قريت الشيء ده كان دخلت بتوقعات أقل، كان حيكون على قلبي أهون من اللي أنا داخل بتوقعات عالية. الشيء الثاني بيتكلم، الله الله، يعني واضح انه خلاص وصلت فيه، وانسان مسالم ترى جورج آر مارتن، واضح انه مسالم، مو من الكتاب اللي لسانهم طويل، بس واضح انه وصلت معاه. يقول لك التنانين واحده من الاشياء اللي هو هيكشفها في الكتب، وهو سبب البلد كله انه هو ما خلص الكتب اصلا، موضوع علاقه التنانين وكيف بتشتغل والترجارين والدم حقهم وكل ده، هو لسه ما كشفه في قصته الاصليه. بس بيقول لك انه وجود التنانين في منطقة دراغون ستون ما كان من فراغ، ما كان من فراغ، كان له هدف. لأن أنت تركت التنانين دي تجول وترعى وتروح لكل مكان في ويستروس، كان من أيام القصة حقتنا الأصلية لأي مكان، كان العالم ما قاعد زي ما هو، كان العالم كان زي ما شفنا التنين ده اللي البنت قاعدة تجري وراها أربع حلقات، تمام؟ قاعد ياكل ويسوي، كان حيخبص العالم كله. التنانين كانوا كلهم موجودين في دراغون ستون لشيء هو ما اعلن عنه، لسه ما تكلم عليه، بس وجودهم في العالم ولا في القاره حقت ويستروس لازم، مهما كان عندك خيال، وهذا اللي دائما انا يعني بنعيده تزيد فيه، وانت اظنك قلته في يوم من الايام، انه يكون عندك خيال في زينه، زي دائما الكلمه اللي نسمعها من الناس، يا عمي يعني بالله صدقت انه في تنين في العالم، وما تصدق انه فلان في القصه يسوي شيء؟ ايوه، لانه انت في قوانين بتحطها في العالم. اهم شيء في قصص الفانتازيا، للناس اللي تقرا كتب الفانتازيا، تلاقي اول 100 صفحه ولا اول 200 صفحه من الكتاب اللي طوله 1000 صفحه يشرح لك قوانين العالم اللي انت مقبل عليه، عشان يحط حدود. الحدود دي هي جمالية القصة. احنا عندنا في الافلام اللي هنتكلم عن النهاردة اسوأ مثال لده واجمل مثال لده. صحيح. Yeah. صحيح. لما نحط لك حدود يقول لك التنين قوي بس مثلا ما يقدر يخرج من دراغون ستون، او الوايت ووكر يقتل اي احد، بس ترى السلاح حق اللي جاي من الستون هذا ممكن يقتل. ففي هذه القوانين والتلاعب القوانين هو اللي يخلي في تويست في القصة ويعمل، ولا خلاص تنين انا هكسب على الكل والجميع وانتهى. فهي هذه لازم احترامها. صناع مسلسل هاوس اوف ذا دراجون ما احترموا القوانين اللي حطها جورج ار ار مارتن، واضح من كلامه، هذا اللي خلى انه بيخرجوا من حفره لدحديره، من حفره لدحديره، لانه اول ما تخرج من القواعد اللي انت محطوطه خرجت عن القصه الاصليه اصلا، وخرجت عن الهيكل اللي ممكن تمشي عليه اساسا. معك 100%. معك تماما في حتة ان انا بتفرج على موسم بايز ايا كانت اسبابه، مش هيخلي حكمي يختلف، ولكن هيخليني ادرك، او الناس تبقى فاهمة كويس قوي، انا ما اتفرجتش على على موسم وحش، انا اتفرجت على موسم، اتفرجت على موسم بايز. يعني انا بقى من الاخر، احنا بنتكلم دايما على صناعة الدراما في امريكا وفي هوليود وفي الكلام دوت، دراسات، خطط، فلوس، بلو برنت، بايبل، كرييتر ورايتر ورايترز روم، سكرينينج تيستس، استطلاعات رأي، اختبارات، كل مشهد نتصور منه 15 نسخة عشان يعملوا معرفش مين وكلام زي ده، بعد كده نيجي نبص على الصناعة بتاعتنا اللي طبعا فيها ما فيها، انا مش هنكر يعني، اللي بيسلقوا واللي بيدربكوا واللي بيعملوا واللي بيصوروا في يوم واللي بيقلبوا المسلسلات بتاعت رمضان والهري اللي احنا بنهريه ده كله. عاوزين مش بقول ان امريكا ابعد ما تكون عن الصورة اللي احنا رسمناها لها، او ان الدراما العربية ابعد ما تكون عن الصورة اللي هي صورتها لها، بس لازم نفهم حاجة كويسة قوي، لما الموضوع بيجي في الاخر لعدد من الممثلين واقفين قدام كاميرا بيأدوا مشهد كتبه بني ادم وبيخرجوا بني ادم وحيتفرج عليه بني ادم وحيرجعوا بني ادم وحيعمل ده كله، ده لا يعصمهم اطلاقا من الاخطاء الحمقاء، مش من الاخطاء بس. فما تستقطرش على نفسك وانت بتتفرج انك تقول ده موسم بايظ،
مش تقول استغفر الله العظيم يا رب، انا بقول عليهم ازاي ده هم اكيد فاهمين اكتر مني، ده هم اكيد عارفين اكتر مني، اكيد عندهم ادوات مش موجوده عندي ولا كلام زي ده. النظره الدونيه هذه انا ولا انتبه ليها يعني. انا اظن بيجي لك نفس التعليقات من وقت للتاني، اللي انت مين تتكلم انت مين انت عشان تتكلم؟ الله ينور عليك. هذول ما هم الفئه المستهدفه في قنواتنا يا محمود اصلا يعني، ولا عمرنا انتبهنا ليهم. لا بس انا بخاف ان احنا بنتكلم مع ناس احنا بنتكلم مع ناس مقدرين، لان هم عندهم نفس الكومنتس تقريبا، بنشارك معاهم اغلب الاراء، بس اللي فرق ممكن عندي كاميرا هو ما عنده كاميرا، وانا اطلع على الشاشه وما يطلع على الشاشه، او يمكن تك اعرف اعبر عن اللي جوه رايه واللي في راسه، بالذات الناس المتثقفه واللي بتشوف سينما كتير وبتشوف مسلسلات كتير، عندهم مرجع يقدر يقارن فيه كيفيه كتابه قصه، كيفيه عمل تويست، كيفيه تقديم شخصيه، كيفيه عمل كثير اشياء سهل انه انا اطلع واقول فيها مهما كنت اي شخص، مش اطلع اعمل افلام واطلع واعمل الكلام ده كله يعني. كنت زي ما بقول لك اكيد بيجي لك حاجات كتير من الناس بتقول لك انا عجبني العالم بتاعكم دوت، بيجي لك ناس تقول لك انا ما بحبش السينما بس بحب اتفرج عليك وعاوز ابتدي اتفرج. طب اتفرج على ايه اولا واتفرج على ايه ثانيا وكلام زي ده. هم دول اللي احنا عاوزين نوجه لهم الرساله دي. رساله مفيش عمل في الدنيا اكبر منك، بس انت لازم يكون عندك الحكمه انك تعرف ايه العمل البايظ وايه العمل اللي بيتكلم لغه انت يمكن ما فهمتهاش من اول مره، او ما استصغتهاش من اول مره، او حاجه بالطريقه ديت. فمع الخبره انت بتكتسب ده، بتكتسب الحاجات. انا ما عجبتنيش بس انا حاسس ان وراها حاجه. هي ما عجبتنيش يعني من الاخر. انت لا اكبر، انت لا اصغر من العمل اللي بتتفرج عليه ولا اكبر من العمل اللي انت بتتفرج عليه. اكبر 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 حاجه، اذا في اي احد يبغى يعمل قناه يتكلم فيها على افلام، او يبغى يزيد ثقافته في الافلام، او يبغى يفهم نفسه وذائقته، لما انت تشوف شيء عجبك حاول تجاوب ليه. مو عام والله التمثيل حلو، لا الله ينور عليك، فين المشهد اللي عجبك، فين ايش الشيء بالقصه اللي كان رهيب. ولو ما عجبك نفس السؤال، ولو ما عجبك نفس السؤال، لما تزيد حصيله سينمائيه متنوعه على فتره طويله حتبدا تكون اشياء كثير تخليك تحكم على الجيد ولا السيء، وفي الاخير يظل رايك الخاص. والفن ما هو عمليه موزونه وعمليه رياضيه الكل لازم يوصل لنفس النتيجه، هي نظره نسبيه بحته لكل انسان بينظر بيها بعين مختلفه. لكن السيء العام العبيط بس اللي حيقول عليه كويس، والجيد العام العبيط برضو اللي حيقول عليه سيء، فلا تكون عبيط. أري حاجة عن المخططات بتاعت الموسم الثالث تطمنك تقلقك ولا لسه ما فيش خالص؟ أنا بديت أقرأ الكتاب مرة تانية يا باشا خلاص. أنت قررت تسبق مش هتستنى. ولا أنا ثلاث أشياء عملتها قريب، لأنه أنا كنت قاري الكتاب لين بداية الموسم الأول. حسسني عم كنت عملت ثلاث ذنوب بس عمري ما خنت واحد صح. رجعت اقرا الكتاب من اوله، هذا واحد. طلبت نسخه الكتب حقت جيم اوف ثرونز اللي من زمان بوعد اني اقراها لنفسي مو عشان شيء ثاني، ومستنيها توصل، بس طلبت نسخه خاصه حتنزل في اكتوبر بالغلاف الجديد، مدري ايه، ابغاها حلوه كمان. دلع نفسك يا ريس في ايه؟ ليه لا؟ وبديت اقتنع انه عالم الفانتازيا صعب يتحول لاعمال تلفزيونيه لانه البادجت حقه عالي، وانا في قراءتي واظن قلت لك الكلام ده زمان يا محمود، انا اقرا مره كثير بس اغلب اللي اقراه ميستري، احب الدراما، الاشياء زي كلها، كنت ببعد عن الفانتسي لانه احب اشوفها قدامي، زي فانتسي زي لورد اوف ذا رينجز، هاري بوتر، الاشياء دي انا احب اشوف، لانه دائما الكتب في البدايات زي ما قلت قبل شويه، اول 100 صفحه اول 200 صفحه يدوبك يشرح لك العالم، ولا ما حد تتجمع مع القصه كيف اللي رايحه. انا حوقف الشيء ده والاعتمادي على الافلام والمسلسلات والفانتازيا، وحروح وحابدا بعالم من زمان نفسي ادخل فيه اسمه الكوزمير لكاتب اسمه براندن ساندرسون، من زمان نبدي ادخل فيه. طلبت اول كتاب بس، هو مجموعه كتب كثيره، ونشوف ايش اللي حيصير. خلاص ايش تموت. تعالى بعد كده بما اننا لسه بنتكلم على موضوع الروايات والروايات اللي انت في الاغلب قريتها وحبيتها او لو ما حبيتهاش، هي دنيا ولازم تتعاش. انا اسف كان لازم اقول الكوبليه على بعضي. ودلوقتي بتتحول لفيلم، والفيلم دوت اصبح حدث سواء على مستوى شباك التذاكر او على مستوى الاهتمام العام او الكلام ده كله، أو وطبعا الجسب. بما انك عندك الرؤيه او الجوسب او الجوسب مش الجوسب فبما انك عندك الرؤيتين، رؤيه الكتاب ورؤيه الفيلم، لازم تطلعنا على المقارنه ديت مع الفيلم ات انز وداس، او بترجمته العربيه المباشره هو فطس في ايدنا. فطس في ايدنا. طيب عشان دوبت كلام كثير ابغى اسمع رايك، عشان ممكن ما يعني اديك انا من فين جاي، ابغى اشوف انت نظره واحد شافوا سينما بس، لان انا الان ما تكلمت مع واحد شافوا سينما بس،
وانا في وصولا للاستراحه وبعد الاستراحه بشويه شايف الفيلم دوت وهو مسلسل نتفليكسي بيصل للموسم الخامس وهو متصدر المشاهدات على مستوى العالم، وفي نفس الوقت لو كان مسلسل في اي حته تانية كان هيتكنسل بعد الحلقه الخامسه. هي نتفليكس بس هو البلاتفورم الوحيد اللي قصه زي دي كانت ممكن تنمو فيه وتزدهر وتستمر. عدد الصدف اللي احنا عايشين جواها يستحي منها اعتى المخرجين في المسلسلات الرمضانيه اللي احنا عشنا معاها الموسم اللي فات ده كله. درجه التلميع، يعني انت من شويه قاعد بتتكلم على جلين باول ان هو شكله بلاستيكي اكتر من اللازم ومثالي اكتر من اللازم، ينهر ازرق، ده الثلاث شخصيات الرئيسيين بتوع الفيلم دول مرسومين بالاي اي، يعني دي حتى مش لوحه بني ادم ينفع يرسمها بايده، ده انت لو عملت زوم ان عليها زي ما بيعملوا في الاي اي كده هتشوف الهيزي لاينز اللي موجوده في وسطهم والحاجات دي كلها. ولو ده كان مبرر في الشخصيه بتاعت الشخص الاساسي اللي هو زوجها اللي قلب بعد كده، طب التاني ليه يطلع شكله كده ليه؟ يعني طبعا شيء مش واقعي اطلاقا او قريب اطلاقا من صورة اي حد في الدنيا ممكن يتصورها، بالاضافة للصدف العظيمة اللي احنا عدينا بيها. واستفزيت جدا 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 من تجنيب كل العوامل اللي بتتحكم في حياة البشر كلها. الناس دي لا عندها مشكلة فلوس ولا مشكلة مواصلات ولا مشكلة جو ولا مشكلة طلع كل الكلام ده من الصورة دي بتاعت ورد، وده جراح ما عرفش ماله، طبيب جراح ما عرفش ايه، والتاني لو موجود في مطعم يبقى يملكه، وده لو ركب عربية يبقى معاه كشحات، هو كان شحات يعني لازم يكون شحات اساسا. ولكن الالهام بتاع ما عرفش مين زي ما نكون كنا زمان خدنا في الفيزياء موضوع الاجساد الهائمه اللي ولا في جاذبيه ولا في اي حاجه في الدنيا، هم كده في الحياه يعني. بس في الاخر لما وصلنا للتعقيدات بتاعه التوكسيك ماسكولينيتي كما هو حب ان هو يقدمها، لعب عليها لعبه اخراجيه مش بطله، ما اتضايقتش منها، وخرجت منها في الاخر بصراحه في السيناريوهات الاخيره والقرار اللي كان قدام الشخصيه الانثويه الرئيسيه بتاعتنا تعاطفت معاها شويه صغيرين، وبعدين اول لما افتكرت انها بليك لايفلي ما بقتش متعاطف معاها خالص. ولا احترت يعني، انتبني بعض الحيرة وانتبني بعض التأثر، حسيت ان دوت لو كانت قدم في اطار اخر ما فيهوش الفان سيرفيسنج بتاع الفئه المستهدفه، والفئه المستهدفه هي البنات اللي الفيلم زغزغها طوال الاحداث بالفساتين والجزم والسيناريوهات الرومانسيه الغير الخياليه تماما بكل تاكيد، الحالمه تعالى نسميها بالمعنى الايجابي بتاعها والحاجات ده كله، لدرجه ان انا اصلا اتفرجت في حفله ظهوريه زي ما انا بتفرج في العادي، ومع لما النور نور في البريك اكتشفت ان انا الراجل الوحيد اللي في السينما، والسينما فيها عدد كبير. الله اكبر، احنا عندنا نفس التجربه تقريبا، بس انا عارف أبزر. انا عندي العكس، انا دائما اتفرج انت عارف الصباح غالبا يا صباح الجمعه قبل الصلاه وصباح السبت الحفلات على قولكم او السينما عندنا تبدا الساعه 9 نادرا 8 غالبا 9، واذا مره متاخر 10 لو كان الفيلم قصير ساعه ونص او ساعه و40 دقيقه عشان قبل الصلاه ما تطلع. فروحت سينما 9، انا دائما في الصباح لانه اوصل لانه لا بشتري اكل ولا اي حاجه، وبدخل دوبك صاحي من النوم بروح اتفرج، فتوصل على الفيلم على طول على طول. فادخل انا متعود زي ديد بول وولفرين، بدخل يدا واحد في اثنين قاعدين في الطرف كده يا معلم، وكل واحد جالس كانه سينما حقت ابونا. ادخل السينما ملغمه بنات ومن اعمار اقدر اقول صغيره حبتين، تمام، اللي انا لوهله شكيت انه في رحله مدرسيه وجايين يوروهم بصوا هذه السينما حقتنا، هذه شكل السينما والامور، قلت الحين حيخرجوا مثلا او شيء. بدا الفيلم وهم كلهم جالسين رحله مدرسيه، درس النهارده يا بنات السينما المتخلفه، يلا بينا ناخد فكره مع بعض. فانا جالس اتفرج، وبحكم ان انا قريت الروايه وحديك دحين شويه باك جراوند على الروايه، فده موضوع غريب برضو بصراحه يعني، من لو تسمح لي يعني. عرفت ليه بعد ما خرجت، انا ما سبت الموضوع كده، انا خرجت بعرف ايش فيه، ايش صاير، ايش الموقف اللي صار. فالناس هم بيتفرجوا، لقيت كل واحده بتدقها دحين حيصير كده، هذا الحين حيصير كده، فواضح ان الكل اللي جاي يا قارئ عن الروايه يا عرف عن الفز الاعلامي اللي صار عن الفيلم بسبب الروايه. هذا الاستنباط اللي اخذته وانا جوه الفيلم. خرجت من الفيلم اكتشفت انه على الرغم انه الروايه نزلت 2016 انا قراتها 2017، انا عندي دائما عكس الافلام انا اكتشف الافلام كلها واشوف وفي الاخير اطلع بقائمه الكتب لانه تاخذ وقت طويل، استنى تخلص
واشوف ايش الكتب اللي حصلت على اعجاب كبير، وغالبا مو دائما تكون احسن شيء، بس خلاص اشوف ايش الكتب اللي حصلت على اعجاب في الابلكيشن او الموقع اللي اسمه جودريد زي IMDb بس خاص بالكتب. في بيعمل مسابقه سنويه، الكل يصوت على حسب الفئه، افضل فيلم، افضل كتاب في فئه الميستري في الغموض، افضل كتاب في الساي فاي، افضل كتاب في الرومانس او في الدراما. فهو كان اخذ افضل كتاب رومانسي سنه 2016 باختيار الجمهور، باختيار القراء. 2016 ده كان قبل الموجه بتاعت ميتو والكلام ده كله، كل شيء. اوكي، فانا قريت الكتاب، فقريت الكتاب 2017 بارائي اللي ما زلت واقف عندها، وهنا اللي حنتصر للفيلم في بعض الأشياء. الكتاب كان فيه له يا لطيف أنواع الفيلر زي محبوط. فاكر في الفيلم في أول مشهد، في مشاهد البداية وهي صغيرة، جابوا لك إنه هي تتفرج على إيلين دي جينيرس، أو إنها بتكتب في الدائر الخاص فيها رسالة لإيلين، ولا ما انتبهت؟ جات بسرعة. أنا ليه عارف وليه عيني انتبهت معاها؟ لأنه في الرواية كل ما نطفش، كل ما نخلص نعدي حدثين، دير دايري او دير إيلين هي ترسل لها رسائل اعجاب او رسائل حب وبتفضفض لها. فيلر من اسوأ ما يكون. ففي الفيلم ده كله مش موجود، فهذا انتصر لي شوية عن الرواية. بس مو دي قصتنا. الشاهد انه على الرغم انه الناس قرأت الرواية وانتهت ده كله في 2017، طبعا جاء كورونا، وبعد كورونا انتشر تطبيق التيك توك بشكل كبير، وبعد انتشار تطبيق التيك توك طلع ما يعرف الان في عالم القراء عالميا بوك توك كلوب، واللي هو مجموعة صناع محتوى كثير جدا يتكلموا عن الكتب، وهذه حاجة إيجابية لأن تشجيع القراءة. أنا مرة أحب الشيء ده. فاللي طلع وطاح في الرجلين كاتبة الرواية دي، هم شايفين من وجهة نظر الجين زي ولا البنات الصغار أو البنات اللي انغسلت مخهم الآن بالموجة الإعلامية الجديدة، ويمكن كلامهم صح، أنا هذا مو مكاني، أنا الشيء اللي ما أعرفه بالذات ما يختص في النساء أنا ما أتكلم عنه، هذه أحاسيسكم ومشاعركم أنا مستحيل أفهمها. هم شايفين إنه الكاتبة عملت رومانتسايزينج، يعني قدمت العنف الأسري بطريقة رومانسية. أوكي. وهم شايف الأمريكان بالذات الآن بما فيها ده الفيلم، بما فيها فيلم حنتكلم عليه بعد شوية، صار عندهم شيء ضروري اسمه تريجر وورنينج. لازم قبل ما تاخذ الماده او تتفرج على شيء، اذا كان فيه له اغتصاب، اذا كان فيه له انتحار، اذا كان فيه له عنف، اذا كان فيه له مخدرات، تقول ترى اللي انت حتتفرج عليه فيه له شيء من الاشياء دي. لانه في مجموعه من الناس، من الواضح وانا ما اقدر اقول انا افهم هم الناس دي بتمر بايه، انه لو شافوا شيء من الحاجات اللي مروا فيها يتضايقوا او ما يقدروا يمسكوا نفسهم. فهم شايفين ان الكتاب ده لما نزل ووصل للناس على انه كتاب رومانسي، والكتاب والغلاف حقه انه رومانسي، لما قرأوا جوته لقوا فيه موضوع العنف الاسري والكلام ده كله، تمام؟ فصارت حملة شعواء وعنيفة جدا على كاتبة الفيلم. وهنا هوليوود طبعا لما شافت الحملة دي حولت الكتاب لفيلم. اوكي، يعني هي هذه اللي صاير. ودحين زاد البلطين انه بليك لايفلي في الحملة الادعائية حقتها وقعت في نفس الغلط اللي الكاتبة سوته، وبتتكلم عن الفيلم كأنه فيلم رومانسي، تمام، من رومانسي، مع انه هو فيلم درامي يعني من وجهة نظرهم فضل انه الدراما اللي فيه اقوى من الرومانسية اللي موجودة فيه. فانا ده كله ما كنت اعرف عنه، انا داخل على الفيلم وعرفت. فالشاهد انه البنات عندنا اكيد بحكم التيك توك وانتشاره، يا يعني انهم سمعوا عن الفيلم والمشاكل اللي فيه انهم قرأوا. وانا هذا الشيء وابغى اسالك، يمكن انت تعرف الشيء ده ولا لا، بس انا اقدر اجزم انه نسبه القراء البنات اكثر من الرجال بشكل كبير جدا. الرجال قراءه عندهم اي، القراءه عند الرجال اغلبها بتكون ساي فاي، خيال علمي، الاشياء دي كلها. النساء يقروا كل شيء، كل شيء. طيب برنس، عشان كده انا مستغرب انك بتقرا الكتاب ده اصلا، يعني فانا بحكم الكلام ده مشيها خلاص، يعني خلاص توكسيك ماسكولينيتي. كتاب كوره يعني، حتى لو في كتاب عندي في الست كتاب كوره لمؤاخذه، وهذا الكتاب اللي وصلني القناعه انه انا مستحيل الكتب اللي متوجهه للنساء اقراها. لانه هنا انا برضو في حاجه نفسي سيدات الفاضلات اللي بيتابعونا يقولون، انتم بتقولوا لا تسلعوا النساء وما نبغى انكم تاخذوا النساء كسلعه، في نفس الوقت انتم بتستهلكوا الكتب الرومانسيه اللي مو بتقدمكم مش كسلعه،
اللي صفحات مصفحة من وصف أشياء جنسية بتصير بين شخصيات بطريقة مقززة. يعني حتى إيش تبى توصف أكتر من كده؟ سبحان الله المبيعات حقتها عالية. وفي طرد رامي خيبان، يعني هقول لك حاجة، ما يتعلق بأحاسيس المرأة أو البنت بطلة هذه الحدوتة بالتحديد أو النساء اللي موجودين في الفيلم بشكل عام، إن إحنا مش هنفهم ده، وإن في ناس أولى إن هم يتكلموا عليه. زي بالضبط لما يبقى أي شخصية في الدنيا في ثقافة معينة في فئة عمرية معينة من جنس معين، لا لا لا، الأولى بيها هو الشخص الأقرب لها. زي ما دنزل واشنطن كان عبر عن ليه مخرج أسود، ده مش لهاش دعوة باللون، ليها دعوة بقى لما كان يتكلم عن الشعر والكلام ده، وتلك إتس كلتشر، إن أنا جوه الثقافة، ده موضوع مختلف، الرؤية غير الرؤية. صحيح. ولكن الدراما ملهاش دعوة. الصدفة تظل صدفة، الشخصيات المتلمعة خارج إطار الواقع تظل شخصيات متلمعة خارج إطار الواقع. من وقت ما قريت الكتاب وأنا شايف علاقتها بصديقتها من أصلح ما يكون، على الرغم في الكتاب كان عندك فرصة إنه نوصل لمرحلة إنه هي تصير صديقتها المقربة، لا، نفس الشيء، راحت في يوم دخلت عليها ادتها وظيفه، خلاص ثاني يوم انت اسراري كلها عندك، انت صاحبتي انها اخت الثاني، واخت الثاني اللي سبحان الله قابلت دوبها على الـ على الـ على السطوح، ولا وكلهم على قولك أغنية. وده لا، المشاكل اللي موجوده في القصه، الشخصيات ما بين سطحيه جدا، لكن الرساله حلوه، الرساله انا شايفها جميله، فكره نهايه الدائره وانه العنف الاسري ده لا يستمر فكره. وانا بالعكس انا هنا هانتصر لشيء واحد، لمخرج الفيلم واللي هو بطل الفيلم كمان، جاستن بلدوني، بس شبه كاريفيوري الجديد بتاع أرسنال ده، هو نفسه اللي أخرج الفيلم ده، وأخرج فيلم جميل كده كمان نزل في 2020 بس قليل يتفرجوا عليه، اسمه Five Feet Apart، برضو فيلم رومانسي، الولد ده كويس في الرول، يعني أظنه ماخد سكة الرومانسية. الشاهد أنا كنت محتاج شخصية بهذا الكمال في هذا الفيلم تحديدا عشان الرسالة تيجي كف واضح، ومهما كان إنسان كامل، إنسان جميل، إنسان وسيم، معضل، جراح، فلوس، عاشق، مدري إيه، في الأخير في حدود لو أحد عداها تقطعي. أنا الرسالة دي مرة حبيتها في الفيلم، عشان كده قلت لك أنا مشتري إن الولد دوت يطلع متلمع بالشكل ده. بالضبط. لكن مشتري. التاني لا، التاني لا، هذا واحد. اثنين، الاستخدام المخرج كان شاطر جدا، واللي في الكتاب ما كانت بنفس الطريقة، وفي الكتاب كان عنده صفحات أكتر يشرح الموقف اللي مرت فيه، هل هو ضربني، هل أنا فهمته غلط، في طرق كتير تقدر توصفها في الكتاب. في الفيلم لما نستخدم الرشامون إفكت نوعا ما، إنه هي ورتنا رواية مع إنه الرواية الحقيقية مختلفة، هو ما جاء طلع الصينية وضربها، لا هو ضربها فعلا في عينها، هو مو كان بيلخبط وطاحت منه، لا هو فعلا طيحها، كان اختيار موفق 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 جدا، مرة رهيب. وأتوقع أي أحد ما يعرف القصة كان يقول إيه خرب بيتك ده كله يطلع منك، ويبدأ يشجع معاها، لأنه أنا الوهلة ممكن أشوف إنه لا، دي بنت عينها زايغة، ومن يوم ما شافت حبيبها الأولاني جاء بدأت تتبطر على حبيبها الحالي، بس أنت ورولك في الأخير آخر حاجة وأسوأ شيء في الكتاب وفي الفيلم إنها رجعت لحبيبها الأولاني. أنت كده بتبين إنه اللي خلاها وشجعها إنها تبقى وجهها معتمدة، يعني إنها مش مستقلة من الآخر، يعني بالضبط بالضبط بالضبط، يعني لولا وجود رجل آخر في حياتي ما قدرت أعدي الرجل ده، لا أنت خلاص اديت الرسالة المثالية واديها للآخر، أنت مستقلة لا تحتاجي رجل في حياتك، إيش لحالك، يعني كانت ممكن معك تماما. وموضوع المنظور المختلف اللي احنا شفناه بصوره وشفناه بصوره تانية بعد كده مهم جدا، خصوصا وان احنا قاعدين بنتفرج، خصوصا في اليومين اللي احنا فيهم دول، انت عم بتتفرج هين عليك تقول والله طب هو ما عملش حاجه فعلا، ما هي اللي مستغربه، وبعدين تشوف بعينك ان هي كانت قصده تخدع نفسها، هو زي ما انت قلت بالظبط، هو رشا مون افكت بس مش بيرسبكتيف بتاع شخصين مختلفين بتاعت نفس الشخص، نفس الشخصية، وهو مخدوع وهو بعد ما شاف الحقيقه. وهذه قمة التلاعب النفسي، اللي شخص مزبوط. أنا حاسس بأحاسيس، هو يجي يتكلم معايا لا ده عشان مصلحتك ده ما أدري إيه، وده شيء بيمر فيه كثير كثير ناس. والسيدات، عشان كده أنا ما عملت مراجعة للفيلم، وأبغى أتكلم عندي كلام، بس
ما يعني هنا نحتاج مراجعات بالله، لو في مراجعات افلام اطلعوا وتكلموا انتوا هتوصلوا للجزء. بس هل يوصل لمرحله انه ناس تبكي في السينما؟ سالت المقربين مني لا، بس برضو يمكن ما عاش نفس التجربة. انا تاثرت شويه في المشهد الاخير، مشهد اتكلم بحريه حرق في مشهد المستشفى في الولاده والكلام ده. أيوه. لا هي كمان يعني لما هو شخصيا برضو عاش قدم الاثنين بيرسبكتيفز، هو انا اللي ارتكبت ده كله بس تعالى احاكم نفسي بقى يعني. لا حبيت كيف بكل سهوله قلت له بنفصل، مع ان انت شايف انه خلاص حيرجعوا، بعد اقول له يعني خلاص بنتك وحتكون معاك وده يلا ليتس دي فورس كده بكل هدوء، انه هي وصلت مرحله السلامه النفسي، هي مو مرحله غضب وجات، لا هي عاشت لحالها فتره الحمل كله لين الولاده وقاعده واقتنعت اقتناع تام انه الحل هو الانفصال. لو خلص الفيلم هنا كان احلى من انها تروح. لا 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 انا مبسوط انه هو طول شويه، لان زي ما بقول لك انا تاثرت شويتين، لو كان النور نور بعدها على طول وانا قاعد في السينما كلها بنات كنت هتخليني السن بنمر ثلاثة في الحدوته بتاعتك. لما اصلا دخلت الفيلم، انا دخلت الفيلم بعد ما عدى منه حسبة 30 ثانيه دقيقه، انا دخلته وهي واقفه بتقول الخطبه بتاع ابوها لما مات، فكان عدى شويه حاجات فانا ما اعرفش مين في السينما. وبعدين لما النور نور في الاستراحه حسيت احساس واحد كان مزنوق وجري على الحمام بسرعه من غير ما يشوف اليافطه اللي على الباب، واكتشف ان هو في حمام سيدات اللي هو طب يا جماعه انا ممكن اخرج وما ارجعش يا جماعه لو تحبوا يعني. انا ماني فاكر صح ولا فاكر غلط، بس انت شفتها مع السطوح مع بعض. اوكي في ده كان قبل، ده قبل التتر انا اللي فاتني فعلا تقريبا 30 ثانيه يعني. وهنا من الاشياء اللي برضو يعني الواحد كمان لا يقعد يرمي كل شيء غلط، انا الاخراجيا المسلف سيبك القصه، القصه ما اقدر اغيرها للمخرج، بس المخرج اللي انا انتصرت له حتى في البدايه يعني مشهد بسيط كده يبين لك ان الادمي ده غير مستقر. لما دخل السطوح وشات الكرسي. لا لا في بعض الايماءات الاخراجيه في الفيلم الجيد، بس ده مش هيدفعني لان انا اقول ان الاخراج بشكل عام جيد. بشخص قرأ الرواية ما أشوف كان ممكن أحد يأخذ القصة ويقدمها بطريقة أفضل. وبعدين من الواضح أنه اشتغل في انفيرمنت زي الزفت، أنت سمعت على اللي حصل بعد كده في الماركتينج والبتاع يعني بليك لايف اللي طلعت الشريرة في قصتي. الكثير منهم مو أحد جابت له جوزها وهم خدوا الفيلم وضع يد. تخيل. يا الله يعني لا، وطلع لها فيديوهات قديمه في انترفيوز او شيء زي كده انه هي اصلا انسانه سيئه، بس عموما احنا ايش همنا غير الفيلم ادائها. الناس ما الناس لما بتتحط على السبوت لايت اكتر من اللازم لازم بتبان الشوائب بتاعتهم 100%. وهذا اللي خليني اقول اداء بليك لايف في الفيلم ما كان بطال، مش ما يهمني ايش انت سويتي بس في الفيلم ما كان ادائها بطل. واحده من الاشياء اللي غيروها في الفيلم وارجع اقول انه اداء تغيير ايجابي برضو في الفيلم في القصه، ليلي اصغر من بليك لايفلي بمراحل، لانه بليك لايفلي اكيد وجهها وشكلها وكله يبين انه هي واحده في الثلاثينات. في الروايه ترى عمرها في العشرينات، واللي هو غير منطقي ابدا ابدا انها تكون لا 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 في العشرينات. صح صح. حتى عشان التباين عشان الخطين الزمنيين يبقى لهم معنى يعني. بالظبط بالظبط مليون في المية. يلا اللي بعده. حلو الكلام. موفينج اون للمسلسل برضو اللي انا الاوان ان احنا نطوي صفحته ونقفله مع بعض، واللي نهايته تحمل اكتر من 30-40% من وزنه بطبيعته بكل تاكيد. اي دراما محاكم هتلاقي الوضع دوت طبيعي فيها. بريزيومد انيسنت، كيف تابعت النهايه وما رايك فيها؟ انا قدمت فيديو كامل يا معلم. تكلم. طب غششني عشان ما شفتش الفيديو. والله طيب. انا قلت ببساطه انه الحلقه الاخيره خبصت العمل، ومو الحلقه كامله، اخر خمسة دقائق من الحلقه هي اللي خبصت العمل كله. هم لو وقفوا على نقاشها مع الام والاب بس، وكان في اتهام حتى لو خلوها نهايه مفتوحه قلت حقبلها. دخلت البنت وكل ما قالته doesn't make sense اطلاقا اطلاقا، ولو رجعت وعدت الحلقات كلها ما هتلاقي فيه اي فورشادوينج او زراعة الاشياء غير بعض المشاهد اللي ممكن لو تبغى تقتنع كده تجبر نفسك انك تقتنع. ابدا ابدا ابدا، ما عدا لو قلت لي في الاخير ان البنت دي سايكو. انا ممكن يعني لو وصلنا انه هي سايكو وقادره على مدري. سلم علي سلم علي سلم. هلا والله تفضل. يعني انا بس مش هوصل معاك لدرجه القسوه بتاعت ان العمل كله باظ، لا انا ما يعني شايف ان هو اتقفل جوه اطار حدوته وقفله كويسه. هتلاقيني بقول نفس الكلام اللي قلته في دارك ماتر، هو دوت العمل التاني اللي كنت بقصده لما قلت هتلاقيني بقول نفس الكلمه مره اخرى. اشتريت بس ما اقتنعتش او ما انبسطتش. لان وانا بقى عندي بيف شخصي مع هذا الموضوع، لان دي من الحاجات اللي بتضايقني جدا 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 في كل الاعمال اللي فيها لغز، وفي لحظه فك اللغز نكتشف ان كان في شخصيات بتمثل علينا.
دي بقى ما بطقهاش. يعني لما تقول لي بقى كنت لازم زي ما انت بتقول تديني يا اما اشارات فورشادوينج يا اما اخفاقات يا اما قدرات خاصه. صحيح. ان الرجل دوت كان ممثل مسرح وهو صغير والبنت الصغيره ديت كانت نابغه في التمثيل في البتاع دوت لان هما الاثنين بيمثلوا علينا طول المسلسل. صحيح. فين صحيح. الخدعه فين ازاي انا كنت افهم دوت من الاول ده ما... اكبر عمليه خداع ممكن المشاهد يتعرض لها. يعني واحد يحب وحدة ومهووس بيها لهذه الطريقة مهووس يخش يشوفها ميتة أول شيء يجي بباله يربطها نوي. لا والألعم من كده أنت في الحلقة الأولانية ساعة لما اكتشف الجريمة كان قاعد بيلعب مع ابنه ولا كان عنده أي حاجة في الدنيا وساعة لما جاله الخبر كان هيجيله انهيار عصبي بالظبط. يعني معلش ولما طلع على السلم قدام المحامي بتاعه أو رئيسه ساعتها أقنع الجميع ولما دخل جوه جات له الصدمة العصبية بتاعت واحد بيشوف الجريمة لأول مرة يا سلام وطول الأحداث عمال يمثل علينا. لو جبت لي إن هو عنده شيزوفرينيا عنده انفصام في الشخصية عنده قدرة على كبح الصدمات كان ممكن بس ولا شيء بدأت أنت كان عندك آر كامل مع دكتورة نفسانية ما استغلناها لا مع البنت وبالعكس جابوا سيرة الدكتورة النفسانية مع الولد ما جابوها مع البنت. لما جاء يبغى يودي الولد للدكتورة النفسانية عشان اللي مر فيه بس ما جابوا أي شيء البنت طبيعية لما صرحها بأن هو بيخون أمها برضو رخ رجالها الرعاش وكل مرة تكتشف حاجة جديدة في الجريمة يجي لها حبيبي البنت تكلم أمها تقول لها Do you think he did it؟ تخيل يعني أنت اللي قتلتي تسألي أمك والله أبوي اللي سواها يعني ترى مو أنا في السليم أنا إيش الهبل ده. لا يعني مرة ما تشتري. واللي زعل أكتر يا محمود أن المسلسل في كل شيء كان رائع في كل شيء كان رائع مقارنة بالفيلم ما عدا النهاية. نهاية الفيلم عظمة. نهاية الفيلم اوف عشان كده ما هرجع عليك روح شوفه هعمل كده يستاهل. البطل افضل من هاريسون فورد مولته في الفيلم كانه مو موجود اصلا تمام. التحقيق في الفيلم اسوأ من اللي هنا يعني اشياء كتير في الفيلم تقول كيف طب المسلسل النهاية بالفيلم كله والنهاية بالمسلسل عظمة. حمستني ضروري هروح اتفرج عليه فعشان كده يعني خسارة بس يعني برضو مسلسلات السنة. واللي قريته انه مسلسل بريزيوم انسنت كان سبب في زياده اشتراك ابل تي في بنسبه مهوله تقريبا اخذ اعلى نسبه مشاهدات او حاجه زي كده في المنصه. طب منصه ابل تي في بتعاني لا تستغرب اذا ابل بعد كم سنه كده وقفت المجهود ده الخرافي. هم ابتدوا بالفعل يطلع لهم اخبار ان هم بياخدوا المدرسه بتاعت نتفليكس بتخفيض النفقات والعمل اكثر على مشاريع فنيه وليست مشاريع تجاريه ولا ما مشاهدات النفقه والكلام ده. مشاهدات نتفليكس في يوم تتعدى مشاهدات ابل في سنه في شهر. بس انا عاوز اقول ان الصيف ده صيف ابل للآن. ولو هم عرفوا يلاقوا فورمولا لازاي يمسك النزيف المادي بتاعهم. هو اصلا الفكره بتاعت المنصات الامن دي كلها فكره غير صحيه ومن المتوقع انها لن تستمر. صحيح. بس لو ابل عرفت تلاقي الخلطه اللي تخليها من ضمن اللي هيقدروا يستمروا وحرصت على انها احنا دلوقتي ابل لو عدى عليك شهر من غير ما يكون عندك تايتل او اثنين جداد بصرف النظر عن جودتهم مسلسلات وفي بعض الاحيان افلام كذلك بالمقارنه مع نتفليكس انا بتخيل ان الاشتراك بتاعهم هدنج. والله العظيم نتفليكس من شهرين ثلاثه ما دخلت غير عشان جو روغن ستاند اب كوميدي حقه وما ترايف عشان ستاند اب كوميدي حقه وعشان من اكل اتفرج ساينفيلد بس هذا استخدام انا بقول لك بحس الاشتراك بتاعي مهنج يا جماعه. هو البتاع ده بيرفرش ولا وانا واقف ولا ايه اللي حصل ولا والتوب 10 لو تلاحظ مؤخرا وانا عندي التوب 10 الامريكي والتوب 10 السعودي. التوب 10 الامريكي حاطه في ابل تي في والتوب 10 السعودي على التلفزيون مباشره في المنصه حقت نتفليكس. كل الاثنين اغلب اللي في التوب 10 اشياء قديمه يعني فجاه جابتها اصدار جديد وصارت هي موجوده وصارت هي موجوده بالضبط يعني المنصه بتعاني اكيد بس واضح على المستوى المالي والفاينانشلي السهم عالي والايرادات عاليه لانه هي واضح انه قرار فاكت تكلمنا قبل سنتين ايوه وقلنا أيوة أيوة. القرار اللي ابل بتفكر تعمله دلوقتي بالضبط خفض النفق بس في الاخير انا كابداع اصبح رف شرايط مطربه ده نتفليكس دلوقتي خلاص بالضبط بس نرجع لابل تي في. انت ما شفته وانا بشد عليك انك تشوف انه بدا الموسم الثاني الان من اجمل ما يمكن تشوفه. انا قريت الروايه كامله فانها فوق باتشينكو. اوكي باتشينكو اول شيء ما هو امريكي قصه ما بين اليابان والصين تمام او كوريا اظن اليابان وكوريا
عن 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 الحرب العالمية وأجيال مختلفة. في كل حلقة بتشوف جيل حالي، جيل من قبل 100 سنة ولا 80 سنة أيام الحرب العالمية إيش اللي صاير. كتابة شخصيات من أبدع ما يكون، ومعرفة بالرواية إيش بيصير فيها، ومعرفة كيف الموسم الأول كان إبداع. أنت مقبل على وجبة دسمة جميلة جميلة، فرجع شوف الموسم الأول يستاهل عارف خمس. نزل مع مين؟ وعشان كده ما انتشر وقتها، نزل مع سيفرنس. أوكي فما حد شافه والكل شاف سيفرنس، فالآن كويس إنه نزل وزبط وضعه. سيفرنس لسه هينزل في جانوري وهو نازل لحاله الآن الموسم الثاني. شرينكينج نزل في أكتوبر تقريبا. نعم ينقلع باشينكو. لا أنا قصدي على الأجندة، الأجندة مليانة. حاضر يا سيدي هبص عليه والله. أيوه بليز. أنا مو عشان أجندة، أجندة أبل مليانة، أجندة أبل كويسة جدا يعني. يا كوي أنا، وترى أبل مأملة على منصة، وقلت لك الكلام ده قبل فترة، إنها تبيع منتجاتها الخاصة. لأنه اليوم إذا أنت عندك منتجات أبل وتتفرج على مسلسلات أبل، أنت بتاخد متعة سينمائية غير معقولة، إن كان في الصوت وكيف ينقل من هنا لهنا والمحيط ومدري إيه، النظارة حقتهم وكيف بتعيش داخل سينما بطريقة غير طبيعية. فأبل بتعمل لللونج رن، إنه تبقى تكون متسيدة في عالم الهاردوير، فبتبيعك السوفت وير والكونتنت اللي في السوفت وير والمحتوى الخاص بالأفلام والمسلسلات. واللي إلى الآن أنا بالنسبة لي من الأسباب اللي تخليني ما أجرب أشياء برا الإيكو سيستم حق أبل، هي إن أنا بتفرج. وزي ما أنت عارف أنا كثير أفلام بشتريها من آيتونز كمان، إذا راحت علي في السينما ولا شيء بتفرج. فمع الإيكو سيستم عموما أنا يعني أقر وأعترف إن الستور بتاع أبل كمان من أجمد الستورز اللي موجود. يعني فكرة إن الأفلام اللي الرايتس بتاعتها اللي هي VOD يعني وصلت للجميع، الكل بيطرح موجود عند الكل، أفضل تجربة لشرائها واقتنائها ومشاهدتها عند أبل 100%. صحيح. وإذا أنت شخص ما أنت مشترك في HBO بس أبغى أتفرج على Game of Thrones مثلا وأبغى أمتلك، المحل الوحيد اللي بيع لك هو أبل تقريبا. يعني أغلب، مو الوحيد، في كثير غيره، بس الأكثر قناة أو channel فيها كل الأعمال. يعني اللي ما لقيه في أبل TV غالبا مو موجود، غالبا مو موجود غير مطرح نسخة ديجيتال. أنا بقيت بعمل كده، أنا بقيت بخلص بجري بسرعة، لو مش موجود في الأبل ستوري يبقى انتهينا. فتخيل لو معاك الحساب الامريكي، هذا لازم وانا حامل. الله موعدنا، الله موعدنا يا عم، ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ونروح نعيش في امريكا زيك كده. يلا اللي بعد فيرتشوال. تعال بقى نروح لفيلم بقى، تعال بقى يلا. ويتمنى انك ما تحبطنيش المره دي علشان ما بقى بقى بقى. في رايي الشخصي، استنى كده عندي بسرعه على القايمه، افضل عمل معانا في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في هذه الحلقه في هذا الحصاد، إيليان روميلوس. تتفق أم لا تتفق؟ أتفق بشكل كبير، خصوصا لشخص غير ملم بإيليانز بشكل كبير. أوكي. يعني أنا شفت إيليانز الأول والثاني من أنا صغير، وافتكر ما كنت أخاف منهم كده، ما فناسي كل شيء. بعدين لما صرت أتابع إيليانز بريميثوس مدري إيه والأشياء دي، ماني مهتم باللور، ماني عارف تفاصيل هالأشياء، ما عمري قدرت، وكان صعب علي وكان لازم أشوف ومدري إيه وده. فكنت دائما أتفرج أنا أقول إني شفت وخلاص، يعني يا مع الجماعة سبيت ولا حبيت. بريدتر مثلا من الأشياء اللي أنا ما أحبها، عندنا أنا وإنت شفنا قبل فترة الفيلم ذاك البسيط، كان بنت الصغيرة وكان من أجمل الأشياء اللي شفناها. نيجي على الفيلم ده، وهذا اللي بحب أقوله للناس كلها، لو ما تعرف أي شيء عن عالم إيليان، صفر، you are up for a treat على قولهم، أو إنك هتروح وتاخذ مكافأة جميلة. لو ما تعرف شيء عن عالم إيليان هتنبسط، وإذا تعرف هتقدر بعض الأشياء اللي موجودة اللي الواضح إنها مقتبسة بشكل كبير من إيليان الأول والثاني. الله ينور عليك. والأداء فيلم إيليان بيقدم مكافأة في الناحيتين، لو انت من جوه العالم وعارف كل حاجه مكافئات، لو انت ما تعرفش اي حاجه مكافئات، مش تجربه مشاهده اقل، تجربه مشاهده مختلفه. صح. وانا حابب الاداء التمثيلي للبنت والواد الاسمراني، يعني الواد اللي طلع. انا في رايي الشخصي كيلي سبيني هي شلاميل بنات، في رايي الشخصي خلاص اتس اباوت تايم. السنه دي بس مقدمه بريسيلا، مقدمه سيفل وور، ومقدمه ده، يعني تعمل ايه تاني في الحياه البنت يعني. صح. اتصور من ده، يعني دي سنه جبار. تقيله لتقديم اي حد في الدنيا يعني. وهذا اللي انا نفسي، يعني حتى لما تقرا عن تكلفه الفيلم ما كانت عاليه، اظن 80 مليون، مش عظيم مش كبير. تمام. ترى يا جماعه لازم تعرفوا حاجه، فيلم من الافلام اللي انا ومحمود كده قلنا ما حنتفرج عليه، واتفقنا انه اكيد حيخيش وخيش لدرجة إنه الآن موجود للشراء على طول، على الرغم إنه نازل من أسبوع أو من 10 أيام بس، اللي هو بوردرلاند. بوردرلاند بغض النظر هو مبني على عالم ألعاب،
بس كمية الأسماء اللي موجودة ترعب. كيت بلانشيت، كيفن هارت، يعني هتقول الله جابوا لك دراما مع كوميديا مع مدري، زبالة زبالة. هنا اللي أنا لازم الاستديوهات تستوعب إنه أنت ما تحتاج أسماء كبار مع فرانشايز. عندك فرانشايز وواثق الفرانشايز تبعك ولور كامل واسم كويس، جيب أسماء صغيرة بس كويسة تديك أداء كويس، تخفض تكلفة الإنتاج لما تدفع رواتب عالية زي لما تدفع لكيت بلانشيت ولا كيفن هارت المدري، وتوفر الفلوس على براكتيكال إفكت. إيش يعني براكتيكال إفكت؟ براكتيكال إفكت إنه أنا أجيب مثلا يكون عندك سبايدر، بدل ما أعمله كله CGI كمبيوتر، لا أنا أبني مجسم سبايدر أصوره بطريقة معينة ويبان عنكبوت كبير، أثره علي حيكون أحلى، بس التكلفة حق الإنتاج البراكتيكال إفكت ولا التأثيرات الفيزيائية أعلى دائما، والأرخص أعمل CGI وخلص الأمور دي كلها. لا، وفر في تكلفة الإنتاج، وأتوقع إن الأفلام دي زي إيلين هتخلي الاستوديوهات تستوعب هذا الشيء. أنا لازم أتمنى بالفيلم يلفت النظر بشكل كبير، ودي كانت مشكلتي معه من البداية لأني ما تحمستلوش ولا من التريلر ولا من أي حاجة تقدمت فيه، لأن المرات اللي فاتت وأنا يعني كبير بس ما حضرتش طبعا سيجورني ويفر وهي بتقدم الأجزاء المختلفة من إيليان، أنا شفت الموضوع دوت بعدين، ولكن سيجورني ويفر كانت أرصت نفسها كاسم تقيل داخل هذا العالم، وأنا لو موجودة في فيلم وفيلم في عالم إيليان فالموضوع خلصان. ولما جم بعد كده يعيدوا إحياء السلسلة لما قدموا بروميثيوس وبعدي كوفن، كان في ستار باور، كان في إدريس ألبا وكان في مايكل فاسبندر وكان في تشارليز ثيرن وكان في جاي بيرس، وده اللي ساعد، ده اللي زق الفيلم قوي، بالاخص كمان انه كان بريكول وريدلي سكوت كان قدم وعد، وانا اتصور انه وعد من اغبى ما يمكن انه هيقدم اجابات، وطبعا ده دخل الناس متصورا ان بروميثيوس دوت هيقدم كلمه الحقيقه في بدء الخلق اللي هو حاجه هبل يعني فاهم، مش وبروميثيوس كان فيلم جيد جدا في تقديري الشخصي، ولكن طبعا الوعود كانت حاجه تانية واللي الناس لقيته احبطهم شويتين. الفيلم ده فيهوش ستار باور، ما فيهوش سيجورني ويفر، يعني لا في شخصيه متاسسه داخل هذا العالم ولا في نجم يخليك عاوز تتفرج على الفيلم. فانا داخل يا جماعه يعني انا حتى دخلت كوفنانت بعد ما دخلت بروميثيوس عشان ديف، عشان الشخصيه اللي كان عاملها مايكل فاسبندر، عايز اشوف بقيه قصته. فمقابل ديف الفيلم ده قدم ايدي او ايدي الولد الاسمر زي ما انت بتقول، حاجه اللي هو ابجريد. تعال نشوف ديف قدم لك ايه يا ريس، واتمنى اكون فاكر اسمه صح. ايدي ده حاجه تانية، ايدي دوت بالوش المسكين الغلبان اللي ما اعرفش ايه، يا خبر ابيض، ومرحله التحول بتاعته يا الهي. والفيلم يشكر كتير جدا وفي كلام كتير قوي ايجابي يقال فيه على المستوى بتاع المؤثرات والمطاردات والاكشن والتوقيتات بتاعت الرعب، ولكن انا شايف ان الفيلم دوت على مستوى الكتابه محكم ورائع وبيقدم الاجابه. هو دوت اللي كنت اقصده من شويه وانا بقول لك ارساء القواعد، اتفرج الفيلم دوت على مستوى الزمن مش طويل يا جماعه، وعلى مستوى زمن نافذه الاحداث، ودي حاجه بتتميز بيها كل افلام إيليان تقريبا، رغم ان هو لور كبير زي ما ماهر شرح، ولكن كل فيلم يوم، كل فيلم يوم ونص رحله. الفيلم ده ومعرفش توافقني ولا تختلف معايا في النقطه دي لاني ما قرتهاش في حته، في نقطه معينه بيبتدي يران ان ريل تايم، يعني فاكر انت في سفينه، السفينه ديت هتصطدم بالرينجز بتاعت معرفش مين، ففجاه اللي بقى فاضل على الزمن هو اللي فاضل في زمن الفيلم. صحيح، فانت بتتفرج ان ريل تايم، كل ثانيه في الفيلم ثانيه في الحياه الحقيقيه، وده شيء مبدع ورائع. واخذ مغامرات، يعني الحدث اللي صار في الاخير والتحول الاخير هذا شطحه، دي شطحه، شطح مخاطر، بس هو مخاطرة هو هو, هو بس اعتمد على جمهور إيليان في دوت لان ده الجزء الاول. اوكي، انا الشطحه دي اللي صارت وكيف المنظر اللي طلع وصل لي احاسيس غريبه في بعض، خوف على قلق على اشمئزاز على اسئله كيف بسرعه كده مثلا صارت على، وهذه النوعيه من الاشياء في نوع من ده الانواع من الافلام كان رهيب. انا مره معجبه بتصوير الفيلم، السينماتوجرافي بالفيلم تذكرني باشياء رهيبه زي جرافيتي، زي يعني كل ما يختص بالفضاء تم تصويره بحاجه اقدر اصدقها. وبدايه الفيلم انه ورالك العالم اللي هم عايشين فيه، هذا يخليك تتعاطف مع الشخصيات ومقتنع انه ممكن يمروا برحله معينه ممكن يموتوا فيها، لانه النقيض تماما هو موت اصلا، يعني عايشين في مكان سيء. يمكن اعيب على الفيلم انه الشخصيات غير اللي بيجيوا يعني كانت ادوات بس انها تموت، يعني كان ممكن مرتبط معاهم، يعني ما اعرف كان ممكن يخلوه
كان ممكن يكون في ارتباط اكبر من كده من اللي سووه. انا الانتقاد اللي عندي ان في الفصل الاخير الكلوز كولز كتير قوي اللي هو اخر ثانيه قبل ما الاسانسير، اخر لحظه قبل ما الاسد، اخر شعر قبل كتير يعني لما تعمل دوت الحاجات اللي هي بتاعت دي سحرها انها تتقدم مره، انت عملتها يجي 5-6 مرات بس. انا عن نفسي ما بسالك، ما قعدت تقول يا شيخ لا قاعد لسه اوكي يلا 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 بعدين صرت اقول والله كتروها دول، مو انا جالس بعد اول تايم. كثير افلام لما يعيدوا في شيء معين بعد الاولى والثانيه خلاص ابدا ماني مشتري هذا، انا الاخير شايل هم لحظه انت من اللحظه انا معاهم، وفي الاخير بعدين قعدت استوعب انه لا كان في كثير ممكن تقول ملائمات في روايه القصه. بس لا فيلم من المفاجات، وانا متاكد الفيلم ده على المستوى عندنا قعدت اراقب بيع التذاكر عكس ات اند وذ اس. وهذه نسيت اقولها في ات اند وذ اس، الفيلم ده نزل وانا مقارن بين كل الثلاث الشركات الكبار اللي عندنا في السعوديه السينمات، كان كل واحد منزل 3 سلوت 4 سلوت في اليوم بالكثير يا محمود بالكثير. وهذا اللي خلاني اروح اشوف الفيلم في، وانا عاده اشوف الفيلم في الصباح بس اصمم اني اشوفه في الصباح لانه لو راح الوقت اللي باقي في اليوم ما ينفع 10 في الليل ومدري مين وانا انام بدري والحاجات دي كلها. بعد نهايه اول يوم وبعد الهجوم اللي صار اللي ما حد كان متوقعه، زي لما دخلت السينما ولقيت البنات كلهم موجودين وشكله التيك توك اشتغل والناس بيصوروا بعض وموجودين، كل يوم لا يقل عن 20 سلوت يا خبر ابيض. لا يقل عن، وعلى النقيض افلام كانت جايه بسلوتات بعد ما شافوا هذا قلت منها إيليان رامولس. فانا ردات الفعل هذه اللي انا نفسي اوصلها لحقون السينما ولا الموزعين ولا اي شيء، معقوله انت ما انت شايف التيك توك؟ ما شفت ردات الفعل؟ لا 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 شايف او مش شايف، هو يعني الدنيا يا باشا اتنشن از اتنشن، نيجاتيف بوزيتيف مش فارق، المهم في الاخر هتبيع تيكتس ولا مش هتبيع انا مالي. لا قصدي بالعكس، انا قصدي ذا اند وذ اس بكون انا متنبئ باللي صاير، لو انا انسان بشوف الوضع السينما ومين بيتكلم على ايه وايش في ترقب على ايه ايجابي او سلبي اعرف ده حيبيع. قصدك يعني ان ده على الجانب الثاني ممكن يكون بوظ خطط افلام اخرى يعني؟ بالضبط، لو انا من البدايه جيت وعارف خطه معينه كان عملت وزنيه، ما يكون رده فعل تخبص كل شيء ثاني. فهذه انا مشكلتي انه اغلب الناس ماسكين مناصب في اشياء معينه او اشياء بس ما هم جوه اللور حق السينما. بالذات ده الشيء لازم ناس فاهمه سينما تتكلم سينما من ناحيه بزنس ومن ناحيه جمهور يكونوا قريب منها ويقروا ويعرفوا ايش الاشياء اللي الغرب. بس ستار وورز لو جبته في السعوديه انا عارف انه قليل ناس حيتفرجوا عليه، يا اخي ستار وورز مو مشهور عندنا في السعوديه. فمو عشان عليه دعايه برا حينفع، لازم تكون عارف معلومات زي دي. وهذا اللي الثقافه دي اللي ناقصه حقون موزعين السينما والتواقيت والحاجات دي كلها، خصوصا الموزعين عندنا. إيليان رومي لسه يا جماعه لو لسه موجود عندكم ينصح بيه بشده، سواء شايف الفيلم مش شايف الفيلم. الناس اللي شايفه إيليان، انا من عالم إيليان جدا يعني، حتى افلام إيليان وبريدتور المعفنه ديت متفرج عليها. الفيلم فيه اعظم تشيست باستنج سين، وده اعتراف مش سهل يعني، اللي هي لحظه خروج التشيست باستر من صدر الضحيه بتاعته بالاستخدام بتاع الاشاعه، ولحظه اللي بيحاول يكسر فيها القفص الصدري. ده برضو ادراك مهم للناس. طبعا عالم إيليان ده عالم ريدلي سكوت 100%، طبعا اشتغل فيه ناس تانية، اشتغل فيه جيمس كاميرون، اشتغل فيه ديفيد فينشر. انا نسخة جيمس كاميرون احلى واحدة بالنسبة لي صراحة يعني. لا انا ريدلي سكوت لويل والله، حتى ديفيد فينشر نسخه ديفيد فينشر الناس بهدلوها ديت انا مش كارهها يعني. والمره دي بيتخلى عن الدور علشان يقدم واحد تقريبا اتولد مع بدايه اول فيلم او حاجه بالطريقه ديت، بس عنده رؤيه. فيدي الفاريز على فكره طاقه في عالم الرعب وفي عالم الاثاره. ايش عمل؟ عمل شيء ثاني كويس كمان. اسمه ايه الراجل الاعمى اللي كان في بيته ده؟ اوه ايوه بلايند حاجه روعة. الفيلم ده نزل 2016 و2017 إلا فاكر الفيلم، فاكر الفيلم، حط لهم إياه بالله على الشاشة. ففيدي الفاريز طاقة بكل تأكيد ورايح أماكن يعني، والراجل صح. الراجل حي يرزق يعني، ريدلي سكوت بيعمل جلاديتور ستود دلوقتي يعني، لا ممكن يقول لك دي قصتي وحدوتي وبتاع، لا واحد تاني بخيال تاني بأفكار جديدة داخل نفس الدنيا مفيش أي تمرد، شيء رائع شيء عظيم يعني. صح.
يلا ننتقل لمسلسلنا الاخير اللي بقى لنا شهور بنحاول نخلصه عشان نتكلم فيه. ريبلي اسمها ايه؟ استنى بس عايز افتكر الكلمه. يا لهوي، المعالجه الجديده لروايه ذا تالنتد مستر ريبلي. يا سلام. طيب تالنتد مستر ريبلي ده عباره عن فيلم نزل في التسعينات، ما اظن في احد اتفرج عليه وكان يعيب على الفيلم او كان يقول الفيلم ناقصه اي شيء من ناحيه طاقم تمثيلي، رغم انهم كانوا صغار في السن بس درجه اولى. انت عندك مات ديمن، انت عندك فيليب سيمور هوفمان، دائما الخبط فيليب سيمور هوفمان، وعندك كيت بلانشيت جود لو. عندك طاقم تمثيلي خرافي، ونزل في سنة من السنوات السينمائية القوية جدا. هو فيلم كان قوي، يعتبر كلاسيك، خلاص الفيلم ده يعتبر من الكلاسيكيات، واللي ساهم في أفلام مع أفلام تانية في صناعة نجم مات ديمون وصناعة نجوم كثير موجودين في هذا الفيلم. لما تم الإعلان عن وجود مسلسل أنا من الناس اللي قاعدة تقول ليه؟ لا، وفيلم من البداية كده، مسلسل جاي من البداية أبيض وأسود، 8 حلقات، كل حلقة ساعة، فأنا قاعد تقول يا لطيف الفيلم قدم في 2 ساعة وأقل، يعني أنت هتعمل لي فيها إيش هتسوي؟ أتكلمت أنا عن رأيي في حلقة عشوائيات ترفيهية لنفسي، أعمل حلقة تانية منها، وقلت لكم لأي درجة أنا عجبني ذا الفيلم. ومن وقتها وأنا أحاول مع هذا الإنسان اللطيف الجميل الغثيث بعض الأحيان إنه أقوله خلص أم المسلسل خلينا نتكلم عليه. طب أتفرج عليه في الطيارة. فخلصنا المسلسل، فأنا أبغى أسمع منك يا محمود، أنا من جد مستني أسمع منك، ومعليه يمكن أنا متحمس يمكن أنت ما عجبك، فبس قل لي. أنا ما كانش عجبني ما كنتش هكمله، أنا بحبك أه بس مش للدرجة دي. قل لي إيش سمعت؟ بص شوية فاكتس الأول. ذا تالنتد مستر ريبلي هو رواية في الأساس، أو أكشلي سلسلة من الروايات، هما 5 روايات لكاتبة كبيرة جدا ومشهورة جدا للناس بتوع الكتب والحياة، اسمها باتريشا هايسميث. أول رواية خالص هي ذا تالنتد مستر ريبلي في السلسلة بتاعتها، معرفش سنة كام، 70، وآخر رواية نشرت من ال5 روايات نشرت سنة 91، يعني دي رواية يعني سلسلة بتسمى بالريبلياد، أنت متخيل؟ زي الإليادة والأوديسة، حاجة مهمة أوي عند الناس يعني. الفيلم الأول بس أو الرواية الأولى بس هي اللي بيتم صناعتها في أفلام، الباقي كله تقريبا على قد ما قريت لم يتم اقتباسه على الإطلاق. وذا تالنتد مستر ريبلي بتاعنا بتاع نهاية التسعينات دوت، ده مش أول فيلم، ده اتعمل قبل كده كتير، اتعمل في السينما الألمانية واتعمل في السينما الفرنسية، ألان دلون عمله فترة من الفترات، وألان دلون لسه ميت من فترة قصيرة، حد السينمائي مهم، لغاية لما اتعمل الفيلم بتاع ذا تالنتد مستر ريبلي وبعدين اتعمل مسلسل ريبلي. أنا عاوز أقول حاجة، عاوز أقول إن المسلسل والفيلم دول، وعلى فكرة رؤية الفيلم لا تغني عن رؤية المسلسل، ورؤية المسلسل لا تغني عن رؤية الفيلم، إلا لو كان وقت حد ما يسمحش بحاجة من الاثنين. يعني أنا عاوز أشوف، ما عنديش وقت أشوف مسلسل، شوف الفيلم حلو جدا على فكرة، فيلم جميل، أنا بحب تالنتد مستر ريبلي، عندك وقت شوف المسلسل، وهو دوت الدليل اللي دايما بستند ليه، أو دايما بقوله دليل ممكن الاستناد ليه، على دايما بقوله إن أي مسلسل في الدنيا ممكن يتحكي في فيلم. وده لا يعني ان كل مسلسلات الدنيا مط وتطويل وكلام زي دوت، هو الفكره ان انا بيبقى عندي فرصه اكبر للاسهاب، لاني استعرض، لاني اعيشك جوه العالم اكتر واعمق، وانك تلمس كل تفاصيله، عندي هدف مختلف، هدف المسلسل مره مختلف. كمل نرجع لك. يعني دي اللي احب اسمع رايك فيها، وتعالى نقارن ما بين الاهداف او الاغراض، ولكن اللي بيقدمه المسلسل فوق الفيلم هو عيش وحياه وانغماس جوه الحقبه التاريخيه، جوه المكان، وجوه بعض تفاصيل بعض الشخصيات، وعلى فكره بيخفق في تفاصيل شخصيات اخرى، الفيلم بيقوم بوظيفه افضل منهم شويتين، ولكن يا جماعه انك تعيش في الزمن ده في ايطاليا وتعرف، انا مش متخيل كميه التفاصيل اللي حطها ستيفن زيليان في الاوتوبيس اللي شغال، القطر، الكابينه بتاعه القطر، العربيه، الهدوم، الجزم، الساعات، الاقلام، البنوك، مكاتب البريد، الشوارع، الرصفه، الشقق، الطفايات، الالات الكاتبه، ايه ده؟ انت ازاي في مخ في الدنيا يقدر يقدم كل ده بالدرجه دي من الاقناع؟ واقدر اقول انه هذه اجمل سينماتوجرافي هذه السنه في عالم المسلسلات، اذا في سينماتوجرافي وحيده تقارن معها السنه دي ودون بس لا هاوس اوف ذا دراجون ولا اي عبد الصمد. عاوز اقول لك قد ايه انا وقعت في غرام التفاصيل بتاعت ازاي تفتح حساب بنكي،
ازاي تتعامل بنكيا على الحساب بتاعك، ويعني ايه في فروع ممكن تتعامل مع اي فرع منها على حسابك رغم ان لا في انترنت ولا في اتصال ولا في شبكه ولا في ويب ولا في كلام زي ده. وليه اصلا يعني مين يجي في دماغه وحد بيحكي حدوته انه يقدم لك التفاصيل دي كلها بهذه الدرجه من الاحكام؟ وهذا هو الهدف من الفيلم، الهدف من المسلسل، هدف من المسلسل، مو قصة نفسها. القصة تم حكايتها بطريقة رائعة زي ما انت اسلفت، وفعلا كل قصة ممكن في مسلسل تحكى باهداف مختلفة داخل فيلم. هدف هذا المسلسل هو اظهار التفاصيل الصغيرة اللي عادة ما نغفل عنها في احداث معينة، خصوصا فيما يختص بالنصب والاحتيال والقتل. عملية القتل نفسها هي سهلة، هي عبارة عن أغلب عمليات القتل شوفوا في الأفلام ونسمع عنها، واحد عصب مدري إيه أو في لحظة فقد أعصابه وهب وضرب. وتلاقي حتى بعض الأحيان في الأفلام ولا في المسلسلات وفي المحاكم يثبتوا إنه في اللحظة دي مثلا جنون جاله لحظي مدري إيه وقتل. ما بعد القتل هو الأصعب من عملية القتل نفسها. عملية القتل بتصير لحظية خلاص طب وقتلت، لكن ما بعد والتعامل مع الجثة مع الدم مع بقايا الأشياء، إخفاء الجثة، إخراجها. يا رجل مشهد الأسانسير أسطورة 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 أسطورة. الآن أي عملية قتل دي كلها ما حصلش فيها حاجة تانية ولا شيء، هو قتل فريدي وصولا بإخفاء جثته. وبعدين التفصيلة الرائعة لما بيكتشف أنه ما خدش البطاقة بتاعته ولا الباسبور بتاعه، فقال شت وقام نزل تاني، خبر أبيض روعة. هو أنا لو مكانك هقول لا يمسكوني خلصنا خلاص أنا مش هرجع تاني يعني. فأنا هذه التفاصيل اللي خلتني أقدر 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 المسلسل جدا، إنه بيقول لي شيء مختلف، فتح عيني على شيء مختلف. أنا الآن مستحيل أشوف أي جريمة في أي فيلم وما أسأل الأسئلة دي كلها وما أقول كيف صار، ما مستحيل أشوف أي عملية نصبة وما أفكر مثلا بكيف هو عمله نصب. أنا مشكلتي في المسلسل كله، مشكلتي الوحيدة كانت في الميكب اللي حطه في المواجهة الأخيرة مع المخبر. بس ممتاز سزج. عندي ثلاث مشاكل، مش مشكلة واحدة. عندي مشكلة الميكب دوت في أخيب ما يمكن. عندي بقى المشكلتين التانيين تحيزاً للفيلم، لأن الفيلم عملهم أحلى بكتير قوي. أولاً إن مارج في الفيلم ما كانتش غبية. أوكي. مارج بتاعت المسلسل غبية وسطحية وهايفة وحاجات كتير قوي يعني. حتى لما اكتشفت المشكلة بتاعت الخاتم راحت مبررها لصرح توم. مارج لما شافت حاجه بالطريقه ديت في اول لحظه انت ابن كلب، انا ما انا عمري في حياتي ما هبلعها منك. الحاجه الثانيه التفاوت المخيف اللي ممكن يصل معايا لدرجه ان انا اتهم ستيفن زيليان بالاخفاق في الكاستنج بتاع فريدي. ما ينفعش يكون في الفيلم فيليب سيمور هوفمان وفي المسلسل البتاع الغريب اللي انت جبته لي ده. يا ماهر، انا اصل ده تالنتد مستر ريبلي، انا فاكر تفاصيله شويه لان انا شفته بعد جود ويل هانتنج، ومش فاكر مين فيهم اتعمل الاول يعني. مش متاكد اذا كان جود ويل هانتنج اتعمل الاول ولا اتعمل الاول. فده تالنتد مستر ريبلي كان عليه انظار كتير قوي بصفته الفيلم الثاني المات ديمون الوندر كيد اللي طلع لنا في جود ويل هانتنج، فاتفرجت عليه باهتمام. وفي بعض اللحظات اللي فيه معلمه في مخي وما استدعيتهاش بس وانا بتفرج على ريبلي، هي موجوده في مخي على طول. منها المشهد بتاع فيليب سيمور هوفمان في الشقة مع مات ديمون لما كان بيقطعوا على البيانو. أوكي. ده مشهد حركي يا خبر أبيض على الرأي. تاني عمال يتكلم وهو تاني عمال يستفزه. فكل ما يتكلم يروح دايس على البيانو، وبعدين ابتدى يدوس على البيانو ويروح عامل إيده كده. دي يا جماعة دي ما فيش مخرج بيكتبها يعني، عايزين نفهم بس ده لا في سيناريو بيكتبها ولا في مخرج بيقول عليها. لأن السبب ترى باي ذا واي كمان حاجة تانية، شخصية جود لو في الفيلم غير شخصية نفس يعني الشخصية دي في المسلسل. لا بس أنا ما بتكلمش على جود لو. مختلفين. انا فاهم بس على الولد اللي عمل ديكي انا تمام معاه، ما عنديش مشكله. بنتصر لجود لو برضه، بس الولد ده كويس لان جود لو كان عنده غضب، دي كانت حلوه قوي لان جود لو كان بيشارك في احتقار ريبلي. انت تقريبا شخصيتين مختلفه ترى الى حد كبير، مره مختلفه مره معاي. وهذا اللي خلاني اتقبل بس فريدي اللي هو الولد الثاني اللي هو عمليه القتل لما ضربه بالطفايه. أيوة. أيوة. لا التفاوت ما بين التجسيدين مخيف. الولد انت عارف الواد اللي عمل الدور في المسلسل ده مين؟ مين؟ ده ابن ستينج. لا يا راجل. اه يا باشا. و هي ايدنتيفايز از ذي ذم.
عشان كده طالع ما انت فاهم هو كده ولا كده. هو طالع جوه المسلسل برضو انت مش فاهم له. فكمبرومايز شديد قوي يا جماعة بجد. انا لو بص لو طالب من الناس يتفرجوا على الفيلم بالتحديد, طالما عندك وقت تشوف المسلسل يبقى عندك وقت تشوف الفيلم. انا شفت الفيلم بعد نهاية اخر حلقة من المسلسل. يا عم انت بتقول لا, انا بتكلم على اللي ما شافش لا ده ولا ده. انا بقول لي شوف المسلسل بحمسهم بحمسهم. انا هخلص المسلسل اتفرج على الفيلم بس عشان تراقب فيليب سيمور هوفمان. لان انا ادعي ان الدور دوت هو اللي نقل فيليب سيمور هوفمان اصلا. الناس ابتدت تبص عليه كطاقه تمثيليه. وعلى فكره فيليب سيمور هوفمان كان ليه كلمه مهمه, وتكسيده في الفيلم دوت اكبر مثال ليها في الدنيا, لما كان بيقول انا عملت ادوار زي الزفت وانا صغير, عملت ادوار صغيره في افلام متخلفه ووقفت على جنب وعملت بتاع بناء على مبدا واحد بس, ان انا فهمت حاجه, ان طالما في واحد غيري دفع ايجار اوضه وحطيني فيها عشان امثل يبقى لازم اعمل احسن حاجه عندي. فانا بقول اتفرجوا على مشاهد فيليب سيمور هوفمان في ذا تالنتد مستر ريبلي وقولوا لي بالعقل, واستدعي بالتحديد الناس اللي ليها شويه بصناعه السينما, طلاب معهد السينما, مخرجين, كتاب, كلام زي ده, اللي كان بيعمله في الفيلم ده يتكتب ويخرج ازاي. ولو هو بيتكتب وبيخرج ما شفناهوش من ناس تانيه ليه. فدي دي 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 اللي فيها تفاوت شويه يعني. وطبعا المشهد بتاع المكياج دوت عجيب قوي. ريبلي جميل يا اخوانا, ينصح به وبشده. انا قلت لمراتي تتفرج عليه وشافت هي اول حلقه بالظبط, وما اعرفش اذا كانت هتكمله ولا لا, بس انا عاوز اديها وعد يعني انها توعدني ان ايا كانت لو وصلت في الاخر الحلقه الاخيره ما تشوفهاش من غيري, عشان انا عاوز اشوف التعبيرات اللي على وشها مع اللقطه الاخيره في المسلسل. حرام يا اخي, معقول ما شافوها؟ مرة يزعل صراحة. النقطة الثانية, أنا نفسي يكملوا يعني, طالما المسلسل دوت أو الروايات ديت في منها خمس أجزاء, هو كل بيجمع أن الأولانية حاجة تانية, لأن فيها تعقيب واضح قوي على الصراعات الطبقية وعلى الهوية الإنسانية. أيوة ومفهوم. أيوة. الهوية بشكل عام والأمور ده كله, اللي بعد كده عمليات نصب وخلاص, اللي بعد كده كله أرسن لوبان من الآخر يعني. بس أنت بقى كاتب شاطر, لأن ستيفن زيلين يا جماعة ده سكرين رايتر تقيل جبار, مش بسيط يعني, وهو اللي صنع المسلسل وهو اللي بيخرجه بالكامل. فخد المادة اللي مش حلوة دي واعملها أنت حاجة حلوة. هو له خد المادة اللي ممكن تكون فيها خرام ديت واحكمها. تعالى نتحرك بعد كده لحمار الحلقة 100%, حمار الشهر يا جماعة معنا بكل تأكيد, وهو ينتمي لمملكة الحيوان كذلك اسما, ذا كرو. يا لطيف يا ده لطيف. الفيلم اللي انت ما مسكتش نفسك ورحت مقدم على سلوك ما بنحبش ان احنا نشوفه في ملاعبنا, الناس اللي بتصور الشاشة ديت. ما قدرت ما قدرت. هراء هراء, انا خلاص يعني صرت قاعد اقول ايش يا رجل يا الهي, مين اللي وافق على الفيلم, مين وافق على القصة, مين عمل كاستنج, مين صور, مين راح عمل ايديتنج ولسه بكامل قواه العقلية, مين اتفرج على الفيلم وقال اوكي جو انزله, مين الموزع اللي شاف الفيلم قال انا هنزله في 100 سينما حول العالم, مين مين يعني سوق في كل لحظة بتحضر الفيلم. ان انت دلوقتي بتقول ان في جريمة عملها بني ادم والباقيين كلهم سكتوا عليها. انا اختلف معك في دي. هو في جريمة عملها بني ادم والباقيين كلهم اضافوا عليها, لان الفيلم ده اللي هو لو السيناريو سيء, وهو سيناريو سيء, فالاخراج كان ممكن ينقذه. طب لو الاخراج سيء والاخراج سيء, فالساوند تراك كان ممكن ينقذه. طب لو الساوند تراك سيء والساوند تراك سيء, التجسيد كان ممكن ينقذه. طب التجسيد لو سيء والتجسيد سيء, ما في عرضتوه ليه صحيح؟ شفتوا فيه ايه دوت عشان يوصل في الاخر لشاشه السينما؟ واكتر مصيبه عندي انه كاتبين كده على البوستر انه الحب الحقيقي ممكن يعني معجزات, ولا ده مش حب حقيقي, ده حب قذر. ده حب قذر, دي قصه حب ريحتها طالعه يا جماعه, لان هما بيحاولوا ان هما ينسبوا الشخصيات للعالم الجوثيك والناس بتوع ما اعرفش, طبعا دول مؤثرين قد ايه على مشاهدات السينما يعني عشان تستملهم لهذه الدرجه, ولكن دي علاقه حب غرقانه في الاكتئاب والامراض النفسيه ومحاولات الانتحار والمخدرات والخمره. ولا شفناها ولا شفناها, شفنا فلاش باك. دول ما بيعيشوش غير في اماكن معفنه, واول مره اصلا قابلته كانوا على وشك ان هما ياخدوا مع بعض تجربه جنسيه, قال لها انا محتاجه استحمى, قالت له لا ما تستحماش, شخصيه اتنين بيحبوا بعض مش مستحميين. ازاي دي قصه حب تلهم مشاهد يا اخوانا؟ يا اصلا ما في حب, احنا ما شفنا بينهم حب, هي خمس دقائق طلعت في فلاش باك وبعدها قتل نص الكره الارضيه عشان خمس دقائق شفناه. انت هتبيعني الحب كيف؟ طيب يعني كفايه العفانه اللي محمود بيقولها ولا اي شيء. مشهد الاوبرا فيه شويه تفاصيل شويه تفاصيل, لا لكن بشكل عام اكشن. لا 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 لا
وحاجة تانية، كل ما يطرأ على بالك، كل ما يمكن أن يطرأ على بالك من كليشيه وأمور مرت عليك في حياتك، المخرج ده استخدمها. فكرة أن في موسيقى كلاسيكية وناس بتقتل بعض موجودة. فكرة الموسيقية الكلاسيكية هتخلص القتلة الأخيرة هتصير معاها سينك يا عمي، في نفس الشيء شفناها في توم وجيري يا معلم، هتشوفها كمان في الفيلم ده. من أسوأ ما يكون، أنا ما قدرت، أنا خلاص قاعد لا إله إلا الله، لو ماني عارف أني هأتكلم معاك هذه هتكون من المرات القليلة اللي أنا ما أكمل فيلم في السينما. أنا عندي قناعة شخصية، وقتي أثمن من أي شيء في الدنيا، حتى دفعت فلوس أقوم، بس قلت لا هتكلم مع محمود ولازم يكون عندي رأي، وأنا متأكد لو خرجت نص الفيلم الرأي هو نفسه، بس قعدنا للأخير شيء يجيب الهم. وعلى على على رأيي لما كنا بنتكلم من شوية على عالم القواعد، وقلت لكم احنا عندنا فيلمين واحد بيتعامل معاه بأجمل طريقة ممكنة وهو إيليان، وأنا لا أستطيع أن أتوقف عن الشكر في إيليان روميلوس، لأن إيليان روميلوس حتى مش مطلوب منه ده، إيليان روميلوس داخل جوه عالم، العالم ده تقدمت فيه كتير من القواعد دي قبل كده، يعني أنا ممكن أنط الخطوة دي أصلا، ومع ذلك هو وعدها، وعدها بطريقة مش مملة للي عارف، وبطريقة كافية للي مش عارف. ده عالم وتفاصيل بلا قواعد ولا شيء، كل حاجة كده. أيوة جماعة، يعني دوت ماشي، ده بطل خارق ولا يموت ولا يمكن هزمته ولا يمكن بتاع، فين نقطة الضعف؟ فيش نقطة ضعف، مفيش. أمال إيه اللي هيحصل؟ معرفش. طب الفيلن الفظيع اللي عامل عهد مع الشيطان وعامل معرفش مين دوت، ممكن نهزمه ازاي؟ والله يا ربنا هيكرمنا يعني، ان شاء الله باذن الله. وعندما يغوص في اعماق نفسه نراه يغوص داخل بركه. يا عمي فارس قدس عملها في احلام العصر دي. يعني يا عمي خلاص، يعني اقول لك شيء، الحمد لله الحمد لله خلاص. وواضح ان الواد عارف انه بيقع في ميه، رغم ان الواد سكارز جارد دوت ممثل كويس على فكره، ممثل كويس جدا كمان. انا نساني كل تمثيله الكويس، انا الفيلم ده نساني خلاص. ده لما كان بيزقه اللي هو المفروض ان هو هيخترق العالم عن طريق موضوع الميه دوت، تقريبا كان بيحط بيعمل ايده كده. ده اللي كان ناقص، فاهم؟ اللي هو الزبرح عامل كده ومستني يقع في الميه. ايه يا ابن الغباوه دي؟ لا لا، من اسوء الافلام ومن اسوء التجارب، وانا مبسوط ان هو لا سمع نقديا ولا جماهيريا ولا فلوس، كنت خايف الاقي احد يشبح للفيلم. ده انا اخر مره بصيت عليه كان حاجه و20% على روتن توميتوز، انا عاوز ارقام بطاقه الناس اللي دول فوق ال 20% دي. يعني ايه يعني ايه ده فوق ال 5%؟ ازاي هم بيقولك هو بيستهدف الناس الجوتيك والمعرفش مين دول، لو فيهم 4-5 نقاد هم دول اللي ممكن يديروا تقييم ايجابي، الباقي كله لازم يديروا صفر. طب سؤال، عشان انا ماني فاكر النسخه الاولى، انا فاكر اني شفت الفيلم بس انا كنت صغير جدا لما شفته. النسخة الأولى ليها خصوصية شديدة جدا، لأنها من بطولة براندن لي ابن بروس لي، وهو مات أثناء تصوير الفيلم دوت عن طريق خطأ سوربرايزنجلي انف اتكرر من 2-3 مع أليك بولدوين، فكره اللي هي الايمينيشن الغلط، حد ضربه بمسدس كان فاكر ان هو فاضي طلع في رصاصه فعلا وقتلته. الفيلم على زمنه كان غريب، وكتير من تفاصيله في اشد درجات السذاجه برضو طبعا يعني، ولكنه ما كانش مقرف، مش زي ده، مش لهذه الدرجة. يقارن شوية، معرفش كنت فاكر انت كان في كالت كده حوالين فيلم اسمه دارك مان، كان بطولة ليام نيسن. أيوة. شبهه شوية، فكرة الانتقام، وهي على فكرة هو دوت برضو اللي قصدته لما كنت بتكلم على الثيمز المفقودة رغم اعتيادها، زي ما باد مونكي بيستعيد الصيغة التروبيكال بتاعت البطل الجوفي المحقق الفاشل والكلام ده كله، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش قصة انتقام حلوة يا ماهر، كتير قوي قوي قوي، عشان كده انا كنت شوية متفائل بذكره. ايوه رجعني تاني لعالم الانتقام، والانتقام دوت بسيط يا جماعة، المهم بس لما تيجي تعمله اتقنه، ووصل لي شوية الاحاسيس، اديني احاسيس الغل من الظلم اللي وقع على البطل بتاعنا، واديني احاسيس التشفي في لحظة حصوله على الانتقام بتاعه. العملية بسيطة جدا، ذكره ده مجاش. يلا، ساعة ونص من ساعتين من حياتي راحت هدر. اخر فيلم يا معلم، مش اخر حاجة معانا. عندنا فيلمين، عندنا The Instigators وعندنا Blink Twice. The Instigators ده فيلم تلفزيوني خفيف موجود على أبل جداً، بس يمكن فكرني بحاجة، أنه أنا مرة مؤمن أنه مات ديمون كوميدي ما تم اكتشافه بشكل مظبوط، يعني مات ديمون، بس هو في الفيلم ده كان خامل شوية، بس برضو لمحات كده منه أنه مع الخمول اللي معاه ما أدري، أنا من يوم ما صرت أشوفه، من يوم ما صرت أشوف له مقابلات قديمة وطريقة روايته للقصة والحس الكوميدي اللي عنده، صار حتى هو طالع خامل معايا أنا بضحك، أنا حاسس إنه هو يعني ماشي معايا كده بردات فعله بتضحكني نوعا ما. بس الفيلم بشكل كبير أقل من الأسماء اللي فيه،
لما تقول مات ديمن ومعاه ستيسي ده 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 كاست مرعب يا ريس. ده مات ديمن وكيسي أفلك ورون بيرلمان و مين كمان بول وولتر هاوزر. بول وولتر هاوزر دوت ده ده اوسكار نوميني طلع يعمل دور عبيط يعني. ده اوسكار نوميني يا جدعان مش حاجه بسيطه. مايكل ستولبرج اوسكار نوميني طلع عامل دور عبيط قوي يعني برضو. الفريد مولينا يا جماعه دكتور دوك اوك دكتور اوكتوبس بتاع سبايدر مان موجود في الفيلم. انا اتفق معاك 100% يعني الاسماء ما لها داعي والقصه ما هي شيء يعني حتى القصه مو شيء يعني اوكي فيلم ظهر كده تتفرج عليه. انا شفت فيلم ظهر تلفزيوني كويس اللي هو موجود على المنصه وان هم ما هبتش منهم وحاولوا يعرضوه سينما الاول ولا حاجه. انا ما اتضايقتش وانا بتفرج عليه لان طبعا اللي استثمرته فيه بسيط جدا وقليل جدا. هو عموما برضو فيلم مصمم لاصحاب الشاشه الثانيه اللي هو انت لو ماسك موبايلك وهو شغال هتفهم كل حاجه والدنيا سالكه وبتاع. اللي صعبان عليا والباقيين دول كلهم من الواضح ان هم جايين خدوا شيك حلو في عمليه سهله نص يوم تصوير وناخد فلوسنا ونتكل على الله. اللي صعبان عليا شويه كيسي افلك لان كيسي افلك طبعا من بعد مانشستر باي ذا سي كان من المفترض ان هو بينظر ليه مستقبل كبير بس هو دخل في فضيحه على طول. دخل في بالظبط يعني انت دلوقتي راجع أوسكر. طيب انت ليه ترجع بالبتاع التعبان دوت؟ كان المفروض تطلع بتايتل كويس. فلوس يبغى فلوس واضح يعني كلهم جايين يبوا سبوبه فتلاقيه. اتمنى يكون بيخطط لحاجه كويسه اتمنى لان هو طبعا طاقه ابداعيه مرعبه بصرف النظر عن تفاصيل جريمته بقى انا مش عارف. اللي ما شاف مانشستر باي ذا سي يا جماعه يمكن من اكثر الافلام اللي يعني قليل الافلام اللي فيه مشاهد تعلم معك وتبدا تشوف انه الشخص اللي مثل الدور ده تشك ان هو تجسد الدور لدرجه نسي هو مين. انا منظر حقه اللي كان بيحاول يقتل نفسه في الفيلم واللي فاكر المشهد ده اللي بقصد عليه اللي يا الله ده معلم الله. معلم في الموضوع ده نفس الفكره اللي كنت بتكلم عليها شويه من فيليب سيمور هوفمان. يا باشا يا صانع السينما يا كاتب يا طالب يا بتاع يا اللي انت عاوزه في الدنيا اشرح لي مشهد زي ده يتكتب او يخرج ازاي. صح كيف اشرح للممثل لو الممثل مش هيحط روحه جوه مشهد زي دوت بالظبط كيف اشرح له ابغى وجهك يحمر بالطريقه دي ابغى عيونك تصمر بالطريقه دي كيف الغلطه كيف؟ ازاي لما تكتشف الغلطه هتعمل ايه لحظه الغلطه هتعمل ايه يا يعني خرب روعه. اخر أوكي. فيلم آخر فيلم هو آخر فيلم أنا شاهدته أصلاً. أنا شفته النهاردة نهاراً في السينما بلينك توايس. اتفرجت على المراجعة بتاعتك؟ شفتها؟ طيب تمام شفتها. تتفق أو لا أتفق؟ أتفق مع حاجات كتير بس حاسس برضو أن أنت يعني حملت شوية في حاجة عملت حاجة ما أعرفش بقى مش حاول عليها غلطة يعني بس حاول أشبهها لك. عارف لما في امتحانات الرياضيات الطالب يكون فاهم قانون معين غلط والقانون دوت هيتم لا يعني هما يا سيدي الامتحان 20 مساله منهم خمس مسائل على القانون ده أوكي. فانا حليت اول واحده غلط لان انا فاهم ان القانون غلط أوكي. ومن المنطقي ان انا هحل الاربعه التانيين غلط برضو لاني فاهم القانون غلط فتكون أوكي. انت دكتور ولا مدرس متعسف وتخصم لي خمس درجات على غلطه واحده رغم ان هي عمليا غلطه واحده. فهمت عليك ده اللي انت عامله شويه في الحته بتاعت الملائمات والتفاصيل والكلام ده كله. اي يا سيدي هو انا جاي بقول لك من البدايه ان انا جاي العب معاك لعبه عندي رساله وعندي بتاع وعندي كلام زي دوت وعاوز استخدم ادوات ساذجه عشان اشرحها من الاخر. الادوات الساذجه ايه؟ عطر بيفقد الناس الذاكره، فينم بتاع تعبان قادر على ابطال هذا الموضوع. طبعا ساذجات انا فاهم بس انت يعني من الاول كده تيجي وانت بتحسب الدرجات بتاعت الفيلم انا هنقص منك درجه ونص على دي مش كل مره هتعملها نقصك درجه ونص فاهم قصدي؟ لا انا 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 من اي ناحيه لان انا والله فعلا 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 وهذا اللي خلاني اصور عليه انه اول شيء ما كان في شيء في السينما يستاهل، ثاني شيء من الافلام دي على الرغم انه تقييمي ما كان عالي انا اديته 6.5 بس وسط وانا بتفرج ما كنت متضايق، انا مستثمر في الفيلم خلص. وقصه الفيلم والاداءات اللي فيه وصولا للنهايه، بعد النهايه لما قعدت على قولك براجع على الورقه حقت الاختبار اللي بديت احاسب على كل نقطه وعلى كل تفصيله ممكن تطلع لاني انا اعجبت بالفيلم والفكره اللي فيه، احب دائما نوعيه الافلام اللي ودينا منطقه معزوله ودائما حاجه بتصير غلط وانت مخك بيودي ويجيب زي ما صار معانا في جيت اوت مثلا زي ما صار في نوب، واضح انه زوي كرافيتس متاثره بجوردن بيل بشكل كبير ولما عرفت انه هي مخرجه جديده انبسطت انه يا عمي احنا في عرض اطلعوا ناس جدد ودم جديد يسوي لنا اشياء جديده واشياء كده تطلع منها بافكار جديده كمان. فيلم كان جيد قصصيا كان جيد يعني من الاشياء اللي بياخذ وبيحمل الرجال اكثر من طاقتهم ونقول اوكي لانه فعلا اشياء زي كده ممكن تصير بس كان ممكن تتعمق حتى
يعني هنا من الافلام القليله اللي اقول اديني 10 دقائق زياده اشرح لي شانون تيتم ده ليه عايش كده. يعني هو ادالك اشارات يعني حتى الحته بتاعت السم زي ما انت كنت بتقولي هو في هو قال الجمله ديت هو قال له اتس فينومس بات نوت بويزنس. أيوة. بس هو زي ما انت بتقول انت عندك مساحة تسهب شوية. يعني برضو من ابداعات إليان روميلوس ان كل القواعد اللي استخدمها طوال الفيلم شفناها بتتطبق في الفصل الاول. مش بس بيستدعي مش بس بيحكي عنها شفناها بتتطبق فعرفنا كويس قوي يتعمل بيها ايه وما يتعملش بيها ايه. المرة دي في حاجات كتير استعاض بيها بانه ايه انا قلتها ما تجيش تحاسبني عليه. لا يا سيدي وريني. يعني انت لو توريني شوية لو تقضي معايا شوية وقت في الموضوع دوت ممكن تحكم الدنيا اكتر. وانا معاك 100% الفيلم فيلم غير محكم. يعني بس زي ما بقول دي تتاخد فيها درجتين وخلصنا يعني. أيوة. زوي كرافيتس كمخرجة لا عندها لغة عندها صح؟ أدوات عندها صح؟ عندها إيقاع لوحدها بنت اللذينة. يعني أنا أنت دايما لما نيجي نتفرج على الفيلم نقول إيقاعه بطيء إيقاعه سريع إيقاعه هدى إيقاعه سرع. بنت اللذينة ده طوال الفيلم إيقاعها راقص لما صح؟ تيجي تتفرج على الحركة بتاعت الشخصيات إيه الجمال ده ده زي ما يكونوا طايرين. لاحظت ان الفيلم عباره عن فيلمين في بعض. انا ما قلتها في المراجعه بس بعدين وانا قاعد بيني بنفسي جيت اوت جزء كبير منه. عارف الفيلم الثاني ايه؟ دارلينج مدري ايه دارلينج المخرج اسمه اوليفيا كولمان. اوليفيا كولمان ايش اسمها هذيك المخرجه؟ ما شفتوش. انا عارف انت قصدك على ايه. الفيلم اللي كان فيه اسمه ايه اللي بيغني ده؟ ايوه اللي كان فيه هاري ستايلز وبتاع يعني. ايوه نفس واللي زياده شبه شانون تيتم خطيب زوي كرافيتس برضو. اوه اوكي. يعني وانا يمكن هذا اللي ساعهم انه ما له دور يعني في الاخير عشان كده كنت ابغى منه دور اكثر. لا بس انا قاعد على جنب. هو عنده لحظتين في الفيلم. اولا انا معاك تماما في ان البنت فريدل على فكره الفيلم دوت اولا هو فيلم نسوي 100% عشان ما حدش يدون بس حلو بس حلو حلو قوي كمان. ترسيخ الشخصيات النسائيه رائع جدا لدرجه ان انا خارج انا هختبر نفسي دلوقتي وانا معاك ان انا فاكر اسماء الخمس بنات ومش فاكر اسم ولا راجل. فريدا ساره او بهربوا مني كان في فريدا وساره مارثا اظن هيذر كان في هيذر وفي كارمن يتهيألي اللي هي البنت بتاعت المخدرات اتصور وجس يس جس طبعا ما تتنسيش لان هو اسم اترسخ كتير. هي الاساس فريدا طبعا الاداء الافضل وخصوصا اللحظات اللي كانت فائت فيها وبقت فاهمه الواقع من الخيال ولسه بتمثل فهي ما بين انها بتدعي الابتسامه وفي نفس الوقت مذعوره ردات فعل عظم سوبر ايبك. تشانينج تيتم بقى عنده لقطتين من اعظم ما يمكن. لقطه ايم سوري لما كان بيشرح للناس يعني ايه في فرجات يعني ايه في اعتذار في نسيان ومفيش اعتذار او مفيش غفران سوري وده طبعا صح. هي الرساله الاساسيه بتاعت الفيلم ودي عظيمه. وفي الاخر بعد كده لما بقى عايش تحت تاثير الدواء نفسه بس برضه هذا كمان التباين ما بين الشخصيتين. وانا هنا كمان الشيء اللي ما كان عاجبني موضوع انه الدواء ده اشرح لي اياه. طب انا بشمه عليكي زي ما بقول لك دي ده بند عدم احكام ده اللي هو تلطشها درجتين كده على طول وخلص. طب كم تقييمك؟ انا شايف ان 6.5 مفتريه منك شويه. انا شايف ان هو يروح 7.5 8 يعني لانه فيلم والله ممكن. اشوف انا نفس الناس تشوفه صراحه والواضح من المشاهدات حقت الفيديو انه ما كسب لفت الناس لانه حتى ترى مو واضح في البوستر انه ده شانون تيتم اظن بس البوستر جميل رهيب مرة حلو يعني قليل البوسترات اللي ما هي بس عبارة عن فلوتينج بس الشخصيات كده كلهم جنب بعض لا في فكرة منه فعلا الفيلم كله بيعتمد على الصورة والتصوير والحاجات دي كلها وغير انه كان في استدعاءات من الحقيقة موضوع انه عندك ملياردير وعنده جزيرة يفكرك بابستين آيلاند على طول واللي شاير فيه فحلو انك تاخذ روابط من العالم الحقيقي وتسقطها بقصة معينة تبين فيها رسائل معينة بطريقة بسيطة وسهلة في قصة تخليك قاعد فيها انا تويست حق انه هي كانت موجودة العام اللي قبله عمري ما شفت ولا كنت شايفها بالرقم بتاع ريد رابت وبتاع صيع اوف يعني انا قعدت من اول طبعا كلنا عارفين انا ما شفت التريلر تحديدا فبس من بدايه الفيلم واضح حتروح جزيره ايش حيسوي؟ حيصلوا يعني اكيد حتصير المصيبه يعني لازم حتحصل مصيبه 100% فاكيد حتصير حاجه هناك فمتوقع ايش هي ما ادري ايه اوكي بس من مترقبها بس اللي ما كنت مترقبه ابدا انه يكون انه هي كانت موجوده وحتى الجرح كان ساير منه والاصبع اللي راح هي اللي قطعته عظمه
100% بلينك توايس يا جماعة ترشيح ده لسه نازل، فادوا فرصة للأفلام الكويسة، يستحق المشاهدة ويستحق المناقشة بكل تأكيد. Excellent. وبكده عندك حاجة تانية؟ لا كده أجندة حلوة وحلوين. أنا بس خايف على الشهر الجاي، في أشياء كتيرة حلوة أنا ما شفت حتى إيش الأبكومينج. أنت قلت أشياء على أبل تي في، بس كسينما أقرب شيء متوقع أكتوبر نص سبتمبر. جوكر 2 أكتوبر هنشوف والله بنتفاجئ. يعني احنا واحنا بنحضر للحلقه ديت لا كنا شايفين إيليان ولا كنا شايفين بلينك توايس ولا كنا شايفين ذا انستجيت، لا في حاجه كتير ما بنبقاش شايفينها وبعد كده بترجع وبتفرض نفسها وبتعمل شغل. ان شاء الله هيبقى عندنا اجنده كويسه باذن الله. باذن الله. الف الف شكر يا مستر ماهر، نورتني كالعاده. ان شاء الله باذن الله ربنا ما يقطع لنا عاده ونفضل دايما مواظبين على هذه الحلقات في موعدها ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. باي باي.